بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. النهارده ضفنا في الجزء الثاني نجم نادي الزمالك كابتن احمد جعفر، وعندنا تفاصيل ان شاء الله باذن الله هندردش فيها ونتكلم فيها في الجزء الثاني. ما تنسوش تشاركوا معانا في فقره المدرج، المدرج الثالثه، علشان تكون موجود معانا باسئلتك التفاعليه، اسئلتك السخنه تظهر معانا في المدرج بصورتك، الصوره بتاعتك اللي بتبقى موجوده على البروفايل بتاعك سواء على فيسبوك او على تويتر. ودايما الهاشتاج بتاعنا هو مدرج الثالثه، في الفقره بتاعه مدرج الثالثه دايما ده الهاشتاج بتاعنا مدرج الثالثه، هتبعتوا لنا عليه علشان كابتن احمد جعفر ان شاء الله باذن الله هيجاوب على كل اسئله حضراتكم. نبتدي بنتائج الماتشات. الزمالك منذ دقائق بيفوز على طلائع الجيش بهدف دون مقابل في واحده من المباريات اللي تالق فيها طلائع الجيش في الشوط الاول، وخرج اللقاء بالشوط الاول بتعادل سلبي. استطاع الزمالك في الشوط الثاني ان يحسن من اوضاعه الى حد كبير، وتمكن يوسف اوباما من تسجيل هدف لصالح الزمالك، هدف بثلاث نقاط مهمه جدا، الجونه وبيراميدز. ومفاجاه من العيار الثقيل فوز للجونه على بيراميدز اللي بقى لغز كبير جدا في الفتره اللي فاتت ديت. بيراميدز كان ماشي بشكل كويس، اتكعبل اهو ماتشين ورا بعض، مفهوم انه يخسر من الزمالك، لكنه الخساره من الجونه تدي لك انطباعات ومؤشرات، يا ترى يا هل ترى الدنيا هتتحسن ولا لا. المصري وامبي تعادل 1-1 انتهى به هذا اللقاء، والانتاج الحربي بيستفيق للمرة الثانية بعد فوزه في المباراة السابقة بثلاث أهداف. هذه المرة الاستفاقة أيضا تأتي على حساب طنطا بثلاث أهداف دون مقابل، وموقف صعب جدا الحقيقة بيتحط فيه طنطا. تعالوا كده نشوف جدول الدوري وبعدين هنعدي على ماتش زي ما متعودين دايما كده. اللي ما كانش متابع الماتشات ندي لك الملخص، ندي ايه الملخص. ده جدول الدوري اهو قدام حضراتكم على الشاشه. الاهلي ملناش دعوه بيه، 65 نقطه. الباقي بقى كله احنا بنتكلم بقى على التفاصيل اللي ليها علاقه بصراع المركز الثاني والثالث والرابع. الزمالك في المركز الثاني ب 51 نقطه، وبيراميدز في المركز الثالث ب 45 نقطه، والمقاولون العرب في المركز الرابع ب 43 نقطه. مع الوضع في الاعتبار ان الزمالك لعب مباراه ازيد، لعب 25 لقاء. الاتحاد السكندري في المركز الخامس ب 35 نقطة، سموحة في المركز السادس ب 32 نقطة، ام بي في المركز السابع ب 32 نقطة، وسموحة زي ما حضراتكم عارفين قبل استقالة الكابتن حمادة صدقي المدير الفني بعد التعادل بالأمس أمام أسوان 3-3. الإنتاج الحربي في المركز الثامن قفز أهو للمركز الثامن ب 30 نقطة، قلت لكم الأحوال بتتغير بين ليلة وضحاها يعني. الجونة في المركز التاسع ب 28 نقطة. المقاصة في المركز العاشر ب 27 نقطة، والإسماعيلي في المركز ال 11 ب 27 نقطة. حرس الحدود مركز 12 26، نفس الرصيد من النقاد. طلائع الجيش في المركز ال 13 نفس الرصيد من النقاد. دجلة في المركز ال 14 بيقل عنهم نقطة. أسوان في المركز ال 15 ب 25 نقطة. والمصري في موقف صعب جدا جدا. المصري فكرني بحقبة ما كانت قبل الكابتن حسام حسن. كان المصري خلاص كان بعد جدا جدا عن انك تشوفه في المراكز دي. انت النهارده النادي المصري في المركز ال 16 معاه 22 نقطه، موقف صعب جدا جدا بعد 22 مباراه، مع الوضع في الاعتبار كل الظروف اللي مر بيها الفريق من اصابات بفيروس كورونا. لازم يفوقوا نفسهم لانه ما فيش حد هيفوقهم. نادي مصر في المركز ال 17 ب 18 نقطه، وطنطا في المركز ال 18 ب 17 نقطه. القصة ايه بقى بتاعت فرجاني ساسي والإصابة اللي لحقت بيه؟ الزمالك ما كانش محظوظ النهاردة لأنه حصل إصابتين لعنصرين من العناصر المهمين جدا الحقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أنا بتكلم النهاردة بن شرقي بيعول عليه كتير جدا، أمال وطموحات جماهير الزمالك مبنية عليه يعني. الفرقة كلها فرقة تقيلة ما اختلفناش، إنما الراجل ده لمسته غير وتأثيره غير. فالإصابة النهاردة اللي حصلت للراجل بن شرقي قبل اللقاء واللي استدعت خروجه من القائمة والدفع بمحمد صبحي بدلا منه، برضو كان ليها
واقع صادم شوية على جمهور الزمالك. بالإضافة أثناء اللقاء أيضا كان في إصابة حصلت لفرجاني ساسي. وفقا للدكتور محمد أسامة خلينا أقول لكم الإصابة عاملة إزاي. إصابة فرجاني ساسي هي عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر. ألم في عضلة أسفل الظهر وحيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها. دي اللحظة اللي وقف فيها فرجاني ساسي وبدأ يشتكي. بالإضافة لبن شرقي أشرف بن شرقي تعرض لشد في العضلة الضمة وحيخضع للأشعة للاطمئنان عليه وتحديد فترة العلاج. طبعا زي ما بقول لحضراتكم قلق كبير جدا بالنسبة لجمهور الزمالك أول ما شاف اللقطة ديت لأنه من العناصر الأساسية فرجاني، وكأن حال جمهور نادي الزمالك بيقول هي مش ناقصه بن شرقي اصابه وكمان نخش اللقاء فيتصاب فرجاني ساسي، والناس بتجهز نفسها للبطوله الافريقيه. الف سلامه على فرجاني، الف سلامه على بن شرقي، وان شاء الله باذن الله يرجعوا سالمين ويكونوا موجودين في فرقتهم. شوف مع حضراتكم تقرير، ومن بعد التقرير عندنا كلام وعندنا اخبار وعندنا تفاصيل كتيره جدا جدا. خليكم معانا في جمهور التالتة. وسط تنظيم مبهر خطف انظار العالم باسره تحت الأهرامات، أقيم حفل قرعة مونديال اليد 2021، وهي النسخة رقم 27 التي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة. وكان على رأس الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فضلا عن ممثل الدول المشاركة في المونديال ولفيف من الشخصيات المهمة وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وتم تقسيم المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات على أن يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ويخرج أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة على أن يلعبوا بنظام خروج المغلوب لتحديد المراكز بين 25 إلى 32. وبعدها سيتم تقسيم المنتخبات 24 المتأهلة للمرحلة التالية إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يصعد منها المتصدر والوصيف عن كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب بجانب إقامة مباريات دور الأربعة بنفس النظام ثم الدور النهائي. وصعد إلى مونديال اليد 30 منتخبا تم تحديدهم، ومنتخبان فقط من المقرر أن يتم تحديدهما خلال الفترة المقبلة عن طريق بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية والوسطى للأمم وبطولة الاتحاد الكاريبي للأمم. واختارت مصر التواجد في المجموعة السابعة برفقة التشيك وممثل أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى السويد ثاني أكبر المنتخبات تتويجا بمونديال اليد برصيد 4 مرات. ومن المفارقات أن آخر ألقاب منتخب السويد في بطولة العالم لليد كانت عام 99، وهي النسخة التي استضافتها مصر من قبل. هذا وقد ضمت المجموعة الأولى كل من ألمانيا والمجر وأوروغواي والرأس الأخضر، أما المجموعة الثانية فتواجد فيها إسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا، وشهدت المجموعة الثالثة تواجد كل من كرواتيا وقطر واليابان وأنغولا، فيما حلت الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة. أما المجموعة الخامسة فتواجد فيها كل من النرويج والنمسا وفرنسا بجانب ممثل أمريكا الشمالية، وهناك صدام عربي شرس بالمجموعة السادسة التي يتواجد فيها المغرب مع الجزائر برفقة البرتغال وإيسلندا، بينما ضمت المجموعة الثامنة والأخيرة كل من سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وروسيا. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر مونديال اليد، حيث سبق لها وأن لا شرف التنظيم عام 99، واستطاع الفراعنة في هذا التوقيت الحصول على المركز السابع. وشاركت مصر من قبل في كأس العالم لليد 15 مرة، لعل آخرها عام 2019 عندما حصلت على المركز الثامن في البطولة التي نظمتها ألمانيا والدنمارك، إلا أن الإنجاز الأكبر كان حصدها للمركز الرابع في مونديال 2001 الذي أقيم في فرنسا.
وتعد الدنمارك آخر المتوجين بمونديال اليد عام 2019 بعدما تغلبت على النرويج في المباراة النهائية، بينما حصد منتخب فرنسا المركز الثالث وحلت ألمانيا في المرتبة الرابعة. طموحات كبيرة لفراعنة اليد من أجل تحقيق مركز مميز في بطولة العالم، فجميع القائمين على الرياضة المصرية سيكثفون جهودهم ليخرج المونديال على النحو الأمثل بعدما أبهر حفل الافتتاح جميع المتابعين حول العالم. هفضل فخور جدا بالصور اللي ظهرت قدام حضراتكم، هفضل فخور جدا بكل مجهود الناس اللي طلعت لنا الصورة دي بالشكل ده، اللي نظمت واللي تعبت واللي لسه كمان قدامها مشوار مش سهل على الإطلاق علشان تطلعنا في أفضل صورة. هفضل مدين لكل عامل بسيط اشتغل ولو شغلانة في الجزئية ديت اللي ليها علاقة ببطولة كأس العالم لليد، علشان الناس كلها بردود الأفعال اللي النهاردة بنشوفها في كل مكان وفي كل حتة حاجة مشرفة وحاجة فعلا تدعو للفخر. بعد الفاصل عندي تفاصيل مهمة جدا جدا، تفاصيل مهمة، ركز معايا بعد الفاصل. طيب خليني أجيب لحضراتكم لقطة من اللقطات المهمة جدا اللي بشوفها من وجهة نظري. الكرة أصلها مفاهيم، أخلاقيات، حاجات شبه كده. النهاردة لما تشوف جنش بعد المباراة مباشرة يجري اللقاءات التلفزيونية وهو يرتدي قميص عليه صورة مؤمن زكريا، فبكل أمانة هي كرة القدم بتتلعب عشان كده. جنش انت لعيب محترم ولعيب متربي، وربنا يا رب يعني يبارك في كل حاجه او كل تصرف. على فكره جنش من الشخصيات فعلا فعلا يعني تحبهم، هو على سجيته وعلى نيته وطيب كده، وزي ما انتم ما بتشوفوه هو كده في الحقيقه وهو كده في الواقع يعني. واللقطه دي لقطه هتتحسب لك الى حد كبير جدا جدا قبل مع ربنا قبل البشر والبني ادمين يعني. الكلمة بتعلي فوق في السماء، بتعلي فوق في السماء وتنزل سبع أرض، والحاجات الإنسانية اللي شبه كده واللقطات الإنسانية اللي شبه كده بتدي مؤشر للناس مفيش حاجة مستدعية ومفيش حاجة مستاهلة، وهي الكورة كده. تعالوا نتنافس وفي الملعب يبقى عندنا قتال وسجال وكل، قول زي ما انت ما عايز، في الملعب منافسة شريفة، انا عايز اكسبك، لكن بره الملعب بشر ونحترم ادميتنا. اتمنى اللقطة اللي عملها جنش ديت على هذا القدر من ادبيتها ان هي تدينا مؤشر، تدينا بقى مؤشر كويس ان احنا نمشي عليه. مفيش داعي بقى الخناقات والابتزال ونقعد نقل ادبنا على بعض ونطول لساننا على بعض والله العظيم الدنيا من فاتة في ثانية. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيك يا مؤمن وترجع وتبقى جنبنا تاني ومعانا تاني، وانت طول الوقت جنبنا وطول الوقت معانا. طيب اروح بقى لجزئية مهمة جدا. بقى عندنا ديسك، بقينا قاعدين على الديسك. ما هو أنا بيوقفوني، أيوة ديسك يا جماعة، هذا ديسك، بيوقفوني ساعتين زي المتذنبين، ساعتين اللي أخدوا مصرفهم علاج وقول لهم يا جماعة حرام عليكم، وعظيمة مصر وحسن مصر، لكن الحمد لله توصلنا لقناعة. احنا زي ما احنا برضو شغالين بنفس الفورمات بتاع البرنامج، وهيبقى عندنا برضو الانترو اللي في الأول، وهيبقى عندنا قاعدة الديسك دي عشان هاخده فعلا والله بجد، هصرفه علاج على نفسي في الفترة اللي جاية من كتر الوقفة اللي بتمتد لأكتر من ساعتين يعني. عندي تفاصيل مهمة جدا تتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهكلمكم بأمانة. هو الخبر عندي من امبارح، عندي فريق إعداد الحمد لله بفضل الله يعني لا يشق له غبار يعني. الاتحاد
المصري وصل إليه خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خبط على الباب، سلام عليكم اللجنة الخماسية، أيوة إحنا الاتحاد الدولي لكرة القدم، حضرتك هتعمل انتخاباتك قبل يوم 30 نوفمبر، وهذا قولا فصلا واحدا لا جدال فيه. تعالوا نقرأ الخطاب بالظبط اللي جه السيد عمرو الجنايني رئيس لجنة التطبيع للاتحاد المصري لكرة القدم: لقد قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية في مصر فيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية في تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري وفقا للقانون المصري لسنة 2017. وفي هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية فإنه لا يوجد ما يشير في قانون المصري أو في اللوائح المعتمدة للجنة المصرية ما يمنح اللجنة الوطنية اللي هي اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها حقوق. هذا بنص خطاب الفيفا، ملهاش حق خالص في موضوع التصنيف. والخطاب اللي كان أرسل من الاتحاد المصري للجنة الأولمبية بيقول لهم فيها نعمل إيه، قال لك لا يا باشا مش هتعمل جمعية عمومية غير لما تديني تصنيف، وأنا عمري ما هعمل تصنيف غير لما مسابقاتي كلها تخلص. الاتحاد الدولي لكرة القدم قال لك الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش صح، الكلام ده مش مظبوط، اللجنة الوطنية ملهاش الحق في ده، وإحنا راجعنا كل اللوائح وراجعنا القانون المصري. وقال لك ما يمنح اللجنة الوطنية الحق في إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضي لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم للأندية التي لها حق المشاركة قانونيا في الجمعية العمومية. بص الكلام، قال لك أخيرا نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019-2020، يعني احنا قاعدين معاكم احنا ما احناش مش شايفين، يعني تم استئنافها في أوائل أغسطس 2020 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020. وأعدنا مطالبة لجنة التطبيع للجنة الخماسية بأن مهمتها قد تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2020 من أجل الانتهاء من كل المهام التي كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائي بالخريطة المتضمنة الخطوات المهمة مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد المصري وأيضا الجمعية العمومية لك. وطبقا لما ورد في أعلاه نحذر من أن الفشل في إتمام تلك المهام اللي هي عمل الجمعية العمومية واعتماد اللائحة سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم لاتخاذ خطوات عقابية. شوف الكلام، في اتخاذ خطوات عقابية، يعني قعدتوا الفترة دي ما عملتوش جمعية عمومية، ما اعتمدتوش اللائحة، ما عملتوش انتخابات، يوم 30 في خطوات عقابية لأنه الأمر سيصعد. لهجة تكاد تكون هي اللهجة التصعيدية الأكبر اللي بيستخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه الاتحاد المصري. في الآخر قال نشكركم لتعاونكم في العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه إلينا. هذا الخطاب وضع اللجنة الأولمبية المصرية في موقف صعب جدا وموقف حرج حقيقة. يعني هذا الخطاب وضع أيضا اللجنة الخماسية، مش عايز أقول تحت ضغوط، أهو قدام حضراتكم على الشاشة ده الخطاب كله، مش عايز أقول تحت ضغوط لأنه هو كده كده أوريدي هو شغال تحت الضغوط دي، يعني هو كده كده أوريدي عارف كويس قوي أنه جاي لمهام معينة. وبالتالي هم خلال الفترة اللي فاتت كان الأربع شهور اللي تم المد فيهم لاتحاد الكرة أو للجنة الخماسية كانت فكره المد قائمه على انه في اربع شهور اتاخدوا منهم بسبب فيروس كورونا، يكاد يكون الكلام منطقي. انما الجزئيه بقى اللي جايه هي دي المهمه قوي. خد بالك الخطاب تطرق لكل حاجه، تطرق لكل حاجه المفروض تحصل، لكنه في جزئيه مهمه لم يتطرق اليها. هل الانتخابات لما هتجرى لمده هتتعمل في شهر 11 دي؟ تعمل في شهر 11 ويجي مجلس جديد في شهر 6؟
او بعد الدوره الاولمبيه، ولا هتبقى الانتخابات دي لمده 4 سنين؟ الخطاب ما وضحش الجزئيه دي، الخطاب ما وضحش الجزئيه دي، وبالتالي برضه هيبقى في حته لسه في سنه جدليه. انما على كل، انت عندك انتخابات هتتعمل، الانتخابات اللي هتتعمل دي هتتعمل في الفتره اللي جايه شئنا ام ابينا، يوم 30 نوفمبر، من خلال الخطاب شديد اللهجه اللي استخدم فيه تعبيرات ليها علاقه بخطوات عقابيه تجاه اللجنه الخماسيه في حال عدم اتمام العمليه الانتخابيه وفي حال عدم عمل الجمعيه العموميه وما فيها من لوائح. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الامور دي تعدي بشكل يعني خلاص، هم الناس كده عندهم الخطاب، الناس عندهم البيان، الخطاب اللي ارسل من الاتحاد، وبالتالي اتمنى ان الامور تعدي بشكل كويس. طيب نروح لاخبار فرقنا المصريه وتحديدا الى النادي المصري. النادي المصري النهارده زي ما حضراتكم شفتوا كده تعادل مع امبي، نتيجه انت بتتكلم على امبي، امبي واحده من الفرق الكبيره، واحده من الفرق المحترمه اكيد يعني. لسه كابتن علي ماهر قلنا انه محتاج دعم كبير جدا جدا، ده اكيد ما فيهاش كلام، علشان يقدر يكون واقف على رجله مع الفرقه نظرا للتغيرات اللي احنا شرحناها لحضراتكم. كابتن طارق العشري عنده تحفظ على شكوى المصري بسبب مستحقاته، وبيمنح المجلس الاداره مهله فيما يتعلق بهذه الجزئيه. كابتن طارق العشري عنده يعني امور تعاقديه هشرحها لكم بالظبط، بس انا معايا على التليفون تيجان الكره المصريه كابتن اسماعيل يوسف، فهرجع اكلمكم في قصه كابتن طارق العشري. لكن بعد ما نرحب بتيجانا كابتن اسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك وعضو مجلس اداره نادي الزمالك، يا كابتن اسماعيل مساء الورد ومبروك مكسب النهارده. مساء الفل، ربنا يخليك يا هيما ومنور دايما، والف مبروك. الحمد لله مباراه كانت بالنسبه لنا صعبه جدا لظروف كتيره مر بيها نادي الزمالك في الفتره الاخيره، لكن الحمد لله 3 نقاط مهمين جدا جدا في سباقنا في المنافسه على البطوله. صحيح، البطوله ولا المركز الثاني؟ احنا بنلعب على البطوله. البطوله. طيب الى ان تحسم، يعني الى ان تحسم، لكن احنا بالنسبه لنا كل مباراه بالنسبه لنا بطوله. 3 نقاط احنا يعني مجلس اداره وشار مرتضى وجمهور، انت عارف يا ابراهيم لن نقبل الا المكسب في كل مباراه. صحيح، ده يخليني اسال حضرتك بقى في جزئيه ليها علاقه بالجماهير الزمالك قلقت شويه النهارده، اصابه لفرجاني ساسي، اصابه لبن شرقي واحده قبل اللقاء واحده اثناء اللقاء، الزمالك بيستعد على قدم وساق لبطوله افريقيا، وزي ما حضرتك ما بتقول، اتفضل يا كابتن. ما ده متوقع يا ابراهيم في ضغط البطوله، كل 3 ايام مباراه، احنا الى ان نلعب يوم 10 اللي جاي وبعد كده 13، هيبقى لعبنا 11 مباراه في 36 يوم. فالاجهاد ده فتره اعدادك، انت فتره اعدادك كانت 14 يوم. فالاساس اللي انت بتبني عليه سنه انت بتستنفذه في شهر. طبعا طبعا في مشاكل في الجزئيه ديت، وانا كمان انا بتكلم في ابراهيم في ان احنا الجدول بينزل يومين يومين يومين، مباراتين مباراتين، احنا عندنا مباراه يوم 10 وبعدين مباراه يوم 13. ايوه، وبعدين هينزل حاجه في الجدول، نادي الزمالك هيسافر ان شاء الله يوم 20 ان شاء الله باذن الله باذن الله. فطبعا في كم اصابات طبعا عندنا، وده كان في حسبان كارتيرون لما ضغط وقال ان احنا نلعب الدوري، الراجل صعد 7 ناشئين يلعبوا، دول برضو كانوا بالنسبه لنا ذخيره كويسه جدا ان احنا قدرنا ان احنا نكمل بيهم، والا ممكن تروح على افريقيا يا ابراهيم كزمالك وكاهلي، ما برضه الاهلي فيه اصابات. ايوه، كزمالك وكنادي اهلي ان انت ما تلاقيش سكواد تلعب بيه ال 18. صحيح صحيح، مصلحه مين الكلام ده؟ طيب ما هو ده بقى، ما هو في 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 جزئيه الحقيقه لما اتكلمنا على نادي الزمالك قلنا ان هي نقطه ايجابيه جدا يا كابتن اسماعيل، انه الراجل راح مجهز له بتاع حوالي 5 6 ناشئين علشان يساعدوه في الماتشات، وبالتالي هي فكره المجازفه ما بين ان انا العب الماتشات باللعيبه دي كلها فاعتمد عليها فممكن اتعادل. صح كده؟ صح، انا بتكلم في جزئيه مهمه. بيلعب على نفس البطوله. ايوه، لان نادي الزمالك وجمهوره ومجلس ادارته لن يقبل الا ينافس على البطوله. وبيلعب على عينيه على البطوله الافريقيه. وفتره اعداده كانت قصيره جدا. ولعيبه طلع صعد لعيبه، مجموعه لعيبه ناشئين الحمد لله ان هم صعدوا برضو يلعبوا، وفي نفس الوقت عايز يجهز اللعيبه الاساسيه بتاعته. اللي مقيدين افريقيا، خلي بالك ان الناشئين دول ما فيش الا احمد عيد بس اللي مقيد افريقيا.
هو الوحيد بس المقايض افريقيا. اه طبعا. وعنده اصابات يعني، في اصابات عبد الشافي اصابه طويله. عبد الشافي مش هيلحق، دي خساره كبيره طبعا. مش هيلحق. لا طبعا في حازم امام ان شاء الله يلحق ويتجهز. تاسي النهارده مزق في عضلات الظهر برضه، ان شاء الله ربنا يسهل، ان شاء الله يا رب يلحق. يعني عندك تقريبا 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 يبعد قد ايه فرجاني وبن شرقي يا كابتن اسماعيل؟ تقريبا قد يعني ايه؟ مش اقل من اسبوع. مش اقل من اسبوع. طبعا برضو دي خساره. يعني احنا متلصمين يعني، واخد بالك احنا اولا واخيرا احنا بنلعب باسم مصر هيما. طيب. مهم جدا البطوله دي لينا ان احنا ان شاء الله نوصل النهائي. أيوه. احنا والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اسال حضرتك كابتن اسماعيل، بصفه حضرتك بقى حسب ما علمت رئيس البعثه بمشيئه الله في المباراه المقبله، وان شاء الله باذن الله تكون يعني سفريه موفقه، اعرف تفاصيل من حضرتك بقى فيما يتعلق بالاقامه والاعاشه وتواصلاتكم مع الجانب المصري السفاره المصريه في المغرب، في ظل شويه كلام كده كابتن اسماعيل اكيد حضرتك سامعه قال لك لا اصل المباراه دي هتتاجل، لا اصل في المغرب اتسكنت المواعيد دي فيها ماتشات. كل لما الكلام ده كان يتقال يا هيما ان احنا بناخد استعداداتنا اكتر، احنا طبعا احنا مش ما حدش هيقدر يعمل علينا اللي هو البلوف اللي لا هيتلعب هيتاجل. احنا واخد بالك انت من الحته ديت يعني؟ طبعا طبعا، وحتى الاعداد النفسي بالنسبه للعيبه كلها عارفه ان المباراه في ميعادها، والحجوزات الفندق اتحجز يا ابراهيم من اسبوع، انا وامير خلصنا كل حاجه كويس قوي، الاتوبيس الملاعب الاكل صالات كل حاجه كونفيرم خلاص. طب عظيم. الموضوع بالنسبه لنا من اسبوع قبل ما يطلع القرار او لا، بنشتغل على ان المباراه في موعدها في ميعادها يوم 25 ان شاء الله. ان شاء الله. وفي يعني ان شاء الله هيبقى في مستشار مرتضى عمر ان هيبقى في طياره خاصه باذن الله بالنسبه للفرقه لتوفير سبل الراحه والتركيز والهدوء بالنسبه للفريق، لان بطوله كبيره جدا و باسم نادي الزمالك باسم مصر طبعا، فيهمنا ان شاء الله ان احنا نوصل لابعد مدى ان شاء الله وناخد البطوله ان شاء الله باذن الله. طيب في الجزئيه دي برضه يا كابتن اسماعيل، الاجراءات الاحترازيه هيبقى الموضوع ماشي ازاي؟ مساحات ولا رابيد تيست؟ انتوا عندكم واحد من اشطر الدكاتره دكتور محمد اسامه طبعا، عنده علم عنده علم رائع ما شاء الله عليه، يعني عامل التجهيزات كلها المساحات كلها بالنسبه للبعثه كامله كل حاجة، التجهيزات الطبية هو أيدي على أكمل وجه، ما عندناش مشكلة مع الجانب المغربي، وفي تنسيق مع السفارة المصرية طبعا. إن شاء الله بكرة فيها يبقى في تليفون بيني وبين السفير هناك، والأمور كلها يعني على ممكن لو قالوا إن احنا نسافر بكرة احنا جاهزين. يعني أكتر حاجة تقلق الكابتن إسماعيل يوسف في التوقيت ده إيه يا كابتن إسماعيل؟ الاصابات بس. الاصابات بس. طبعا طبعا انا قلقان جدا، لان احنا وصلنا لمرحله الحمد لله كويسه في البطوله، والاصابات طبعا انت عارف يا ابراهيم يعني ربنا يسهل، يعني الاصابات ما تطولش عن كده، فاحنا خسرنا محمد عبد الشافي ان شاء الله يا رب ما نخسرش حد تاني ان شاء الله باذن الله. طيب الامور اللي ليها علاقه بتجديدات اللاعبين ومثل هكذا يعني تفاصيل، هل انتوا شغالين عليها وهتنتهي بعد البطوله الافريقيه زي ما سمعنا موضوع فرجاني ساسي اوباما حازم امام التجديدات اللي من هذا الشان يا كابتن اسماعيل؟ امير ماشي فيها بمستوى يعني اكتر من ممتاز، وفي يعني بنتكلم مع بعض فتره وان شاء الله لكل حدث حديث، يعني انا واثق جدا في امير والشغل اللي بيعمله صحيح، وهو يعني مرتبين كل حاجه، وبقول لجمهورنا الزمالك اطمنوا يعني ما فيش اي مشكله، لان اساسا لاعبتنا اللي عندنا عايزين يقعدوا وعايزين يمددوا عقودهم، وعايزين يعني نادي الزمالك مش هيدخل على اي حد فيهم باي حاجه، المستطاع اكتر من المستطاع كمان نعمله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، كامل تمنياتنا بالتوفيق لحضرتك كابتن اسماعيل وللفريق ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه، وربنا يبعد عنكم الاصابات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. تجانا الكره المصريه كابتن اسماعيل يوسف، واحد من نجوم كره القدم المصريه وايضا عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وهي التفاصيل اللي ليها علاقه بالاصابات دي عايز اقول لكم هي قلقه ناس كمان انتوا مش واخدين بالكم منها، يعني هي قلقه جمهور الزمالك وجمهور الاهلي في كل ماتش من الماتشات، وقلق الجهاز الفني منتخب مصر. خد بالك مش بتكلم اكيد على فرجاني ومش بتكلم اكيد على بن شرقي، بتكلم على لعيب زي عبد الشافي، اصابه زي كده بتبعده عن الفريق وبتبعده عن المنتخب، لان واحد من ضمن اللعيبه اللي دايما بتتحط
في الاعتبار لعيب من الاساسيات بتاعت منتخب مصر. نفس القصه هتلاقي برضو الاصابات اللي في النادي الاهلي، مش عايز اقول لكم تفاصيل، بس الجهاز الفني لمنتخب مصر لما لعيب من اللعيبه اللي حاط عينه عليهم بيقع بيبقى قلقان. حمدي فتحي يقول يا رب بس، يا رب ما يحصلش حاجه، يا رب يقوم على حيله. الموضوع زي ما حضراتكم ما شايفين كده ومتابعين، سواء جماهير اهلي سواء جماهير زمالك، علشان كمان البطوله الافريقيه. طيب القصه بتاعت الكابتن طارق العشري ومستحقاته والشرط الجزائي والتفاصيل اللي شبه كده هتنتهي ازاي، تخلص ازاي؟ انا معايا على التليفون استاذ حسن عمار، عضو مجلس اداره النادي المصري. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بكم، مساء الفل. برحب بيك يا ابراهيم، ومساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله، يعني في تحسن شويه الحمد لله. النادي يعني النهارده ثاني مباراه على التوالي الحمد لله، بنادي باداء كويس، يمكن النتيجه لسه مش النتيجه المرضيه لجماهير النادي المصري. احنا بنحاول بشتى الطرق اللي احنا نوصل لحل ليهم، لكن لحد دلوقتي يعني انا شايف ان في تطور في مستوى اداء الفريق. ان شاء الله باذن الله خلال المباراه القادمه نحقق النتائج المرجوه، ان شاء الله نرجع تاني في الجدول، نبقى مستريحين شويه عشان الضغط العصبي اللي موجود على اللعيبه ما اثر على ادائهم في استعجال. لكن ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. موضوع شيخ مكورو ده وانه اتفكت الازمه بتاعت القيد، فرق معاكم على الاقل على الناحيه المعنويه، احساسكم انه تقدروا تتعاقدوا مع لاعبين لما تيجي فتره القيد؟ طبعا طبعا طبعا. انت دلوقتي انت اصلا اوريدي كنت تقريبا مخلص مع مع لعيبه، بس كنت متوقف لموضوع وقف القيد ده، والحمد لله قرار المحكمه الرياضيه الدوليه جه بوقف القرار. نقدر ان شاء الله في اول فتره قيد ان شاء الله نقدر نأيد اللعيبه اللي احنا النواقص اللي عندنا واللي ظاهره للجميع، سواء في خط الدفاع او في خط الوسط او في حراسه المرمى، لازم نقدر ندعم الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان نقدر نرجع وان شاء الله برضو تكون في يعني استعداد لبطوله افريقيا ان شاء الله اللي احنا الاقرب بيها باذن ربنا برضو في الكونفدراليه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تواصلتوا مع الكابتن طارق العشري عشان مستحقاته المتاخره علشان خاطر الشرط الجزائي ولا لا؟ خليني هقول لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. فسخ العقد تم بالتراضي. كابتن طارق له كل الشكر والتقدير على الفتره اللي قضاها، يمكن فعلا كان الحظ مش مساعده والظروف يعني ادت الى كثير من العوامل اللي هو ما يكملش معانا، لكن راجل فعلا تحمل المسؤوليه في وقت صعب، الظروف ما ساعدتوش. الفسخ تم بالتراضي، مفيش اي مشاكل بيننا وبين الكابتن طارق العشري ومش هيحصل مشاكل. يعني ماشي، انا دي حاجه تبسطني وحاجه تسعدني، بس خليني اقول لك انه الكابتن طارق مش مبسوط علشان ما حدش كلمه، وهو له كان شهرين ونص ولو كمان قيمه الشرط الجزائي. اتمنى انه الموضوع ما يبقاش فيه شكوى، بس برضو زي ما بتمنى ده اتمنى ان انتوا تتواصلوا مع الكابتن طارق العشري. بقول لحضرتك يعني معلومه، انا بوعدك وبوعد جميع الساده المشاهدين واللي بيسمعونا دلوقتي ان مش هيحصل مشاكل ما بيننا وبين الكابتن طارق العشري، لانه فعلا الراجل يعني ادى مهمته، وبنشكره على الهوا تاني وتالت ورابع، بجد الراجل تعب معانا كتير وكان في فتره صعبه، ومش هيحصل اي مشاكل من في الناحيه الماديه ان شاء الله خالص. ان شاء الله ده تصريح رسمي، وان شاء الله هيكون كل الامور الماديه يعني هيتم حلها خلال الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمكم ويوفقكم، معاكم مدرب محترم الكابتن علي ماهر، ادعموه وقفوا في ظهره، وان شاء الله باذن الله توصلوا للنتائج المرجوه اللي بيها النادي المصري يبعد عن المنطقه الصعبه اللي هو موجود فيها دلوقتي في جدول الدوري. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ حسن. بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا يا استاذ حسن عمار، عضو مجلس اداره النادي المصري، وتعقيب مهم جدا فيما يتعلق بجزئيه الكابتن طارق العشري. هتمنى انه الموضوع يبقى ينتهي بالشكل اللي احنا اتكلم فيه الاستاذ حسن عمار، وان كنت يعني مره ثانيه وثالثه عارف ان الكابتن طارق العشري زعلان شويه لانه محدش تواصل معاه، لو كان قيمه مستحقات متاخره بالاضافه كمان لشرط جزائي. ف التواصل هيبقى مهم علشان ما تحصلش مشكله، حصلت مشكله قبل كده مع الكابتن حسام حسن وليها ابعاد وليها تفاصيل حضراتكم تابعتوها خلال الفتره اللي فاتت، اتمنى ان شاء الله باذن الله ما تتكررش نفس القصه ونفس طيب ريكاردو البرازيلي هو الاقرب لقياده النادي الاسماعيلي بعد ما حصلت التباديل والتوافيق، ومش الراجل ديدي جوميز وبيجي الكابتن ادهم الصلاح دار، وبعدين بقى موجود الكابتن احمد العجوز. ظروف صعبه حقيقه، نادي الاسماعيلي
من الانديه اللي انت بتبقى بتتمنى من على بعد من على قرب ما تحصلش فيها مشاكل. بس الوضع صعب جدا، ووجود الفريق في الموقف ده صعب جدا. الازمات اللي احنا بنسمعها وبنتابعها وبنشوفها صعبه جدا. معرفش هل اللي بقوله ده من ضرب الخيال ولا لا، هل بقوله ده جايز ولا لا، بس انا بشوف انه النادي الاسماعيلي مش فكرته مدير فني خالص، لا لا، ومش فكرته لعيبه خالص. بنظره اعمق شويه انا حاسس انه لا لا، الموضوع محتاج الناس تقعد مع بعض والناس تسمع بعض، ومش بقى فكره ولاد النادي يبقى ليهم دور ويبقى ليهم كذا لا لا لا، مش كده، لا مش كده. يبقى في اعاده تصحيح للمسار واعاده تصحيح للاتجاه. وارد جدا جدا انه دايما انت لما بتبقى في الحاجه نفسها ما تاخدش بالك كويس لحد ما يجي حد مخلص صادق امين، خد بالك من التعبيرات اللي انا استخدمتها دي، حد مخلص وصادق وامين وبيقول لك كلمه الحق لوجه الله، يجي كده من بعيد يقول لك بص خد بالك، لا المشكله عندك مشكله ليها علاقه بواحد واثنين وثلاثه واربعه، واقعد مع الناس واقعد مع الدنيا عشان تتظبط ويتظبط الاداء. فده اللي انا بتمنى انه يحصل في النادي الاسماعيلي. سؤال المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي، اعضاء مجلس الاداره، لعيبه الكره ورموز نادي الاسماعيلي، يحصل الجلسات اللي دايما احنا بطبيعه الحال هي دي اللي بتنجد لنا الدنيا يعني، لانه غير كده الوضع صعب جدا جدا. مش فكره فرقه ومش فكره اسماء ومش فكره مدربين ومش فكره لعيبه، انا بشوف الموضوع ابعد من كده كتير دون الدخول في تفاصيل. طيب معايا على التليفون سياده العميد احمد مهدي مدير الكره بنادي طلائع الجيش. الحقيقه زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه، الجيش عمل ماتش محترم، شوط اول استحواذ وخطوره واداء من على الاطراف، حس فرقه كبيره النهارده، فعلا فرقه كبيره. الشوط الاول بالكامل الخطوره كانت لطلائع الجيش، الشوط الثاني ومع تسجيل الزمالك للهدف الامور يمين شويه شمال شويه تروح ما بين الفرقتين، فرص اهدرها طلائع الجيش ومجهود محترم اذ يذكر فيشكر. انا معايا على تليفون سياده العميد، برحب بحاجة فندم، اهلا وسهلا بكم، مساء الفل. اهلا بحضرتك كابتن ابراهيم ومساء الخير على حضرتك وكل مشاهدينك الكرام. يعني عايز اقول لك هارد لك، وفي نفس الوقت والله بشد على ايدك، عملت ماتش محترم يعني في نفس الوقت يعني. والله يا كابتن ابراهيم الحمد لله، انت شايف في خلال الماتشات من اول ما رجعنا بعد التوقف الكبير اللي حصل دوت، والفرقه الحمد لله رب العالمين ماشيه بخطى ثابته يعني، ولكن يعني في فرص بتضيع كتير وفي اهداف بتضيع كتير، فربنا ييسر ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه دي نقدر نقف على الاخطاء ونعالجها ويبقى بالصوره احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. بس انت مطمئن برضه في النهايه لفكره انه الاداء الفني كويس، يعني اعتقد انتوا بيبقى عندكم رؤيه كمان بخلاف ان انتوا جوه المطبخ شايفين الفرص، شايفين اللي بيضيع ايه، فعارفين كويس قوي تتعاملوا معاه ازاي سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الاداريه. والله يا كابتن ابراهيم انت حضرتك شايف وكل الناس شايفه يعني، انا الماتش بتاع الزمالك دوت هي فرصه واحده اللي راحت لنادي الزمالك، وانا زيها بالظبط عمرو جمال دي دخلت جون ودي ما دخلتش، وانا طول الماتش الحمد لله رب العالمين بالرغم ان انا بلاعب يعني تيم كبير يعني تيم كبير كبير يعني جهاز فني محترم ولاعيبه محترمه طبعا ومجلس اداره محترم، فانت بتلعب تيم كبير جدا وان شاء الله هيبقى من ضمن الفرق اللي واصله لنهائيات افريقيا، واديت معاه بهذا الاداء والاستحواذ والكلام ده كله، بس الحمد لله رب العالمين. والماتشات اللي قبل كده برضو يعني انت شفت ماتش اسوان برضو ماتش سموحه، يعني حاجات غريبه بتحصل بصراحه، بس انا مطمئن الحمد لله رب العالمين الاولاد بيأدوا بصوره كويسه وان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله وبعون الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم ويوفقكم يا فندم في اللي جاي، ومره ثانيه وثالثه اداء محترم ويتبني عليه كمان بشكل فني ان شاء الله باذن الله. معكم مدرب محترم الكابتن عبد الحميد بسيوني، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سياده العميد احمد مهدي مدير الكره بنادي طلائع الجيش. لسه كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، سموحه مدير فني كابتن حماده صدقي تقدم باستقالته، تم قبولها من قبل مجلس الاداره
برئاسة المهندس فرج عامر. الجزئية اللي ليها علاقة برحيل الكابتن حمادة هيبقى بيستتبعها بالضرورة خطوة أخرى لاستقدام مدير فني. أغلب الظن مدير فني شاب، المدرسة اللي ناوي سموحة يروح لها. عندنا مدربين موجودين كمان في الدوري المصري مميزين، بتمنى لهم التوفيق إذا كان في فرصة في سموحة، زي مثلا كابتن مجدي عبد العاطي. كابتن مجدي عبد العاطي واحد من المدربين المحترمين، عمل مشوار كويس محترم جدا مع أسوان، وكان تقدم باستقالته وكان مع الإنتاج الحربي. برضو كابتن أحمد سامي من ضمن الأسماء المطروحة، وإن كان هو مديرا فنيا لطنطا لكن يصادفه أيضا يعني نتائج غير طيبة على الإطلاق. كابتن حمادة صدقي مدرب كبير ومدرب محترم وشخصية يعني من الشخصيات الكروية وشخصيا حاجة محترمة وحاجة مؤدبة، بتمنى له إن شاء الله بإذن الله التوفيق في المرحلة اللي جاية أيا ما تكون الخطوة اللي هيمشي فيها واللي هيشتغل عليها إن شاء الله. بيعلن قائمة مواجهة حرس الحدود، ورينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بيستبعد صالح جمعة. القائمة بتاعة النادي الأهلي فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد شكري، أليو ديانج وحمدي فتحي، العربي بدر، محمد مجدي قفشه، محمد فخري، وليد سليمان، احمد الشيخ، جيرالدو وجونيور اجايه، وخط الهجوم في كل من مروان محسن واليو بادجي، والمستبعدين لاسباب فنيه من وجهه نظر فايلر صالح جمعه ومحمود وحيد. كهربا طبعا ينفذ عقوبه الايقاف على خلفيه احداث مباراه السوبر، حسين الشحات ومحمد محمود وكريم ندفد تاهيل من الاصابه. طيب كلمه بقى في موضوع كهربا والفتره اللي جايه هتبقى عامله ازاي بالنسبه لكهربا. بصوا عشان نبقى يعني ايه بنقول اللي لينا واللي علينا، ودايما انا كنت بتكلم حتى كمان في موضوع كهربا في نفس اليوم اللي كانت حصلت فيه العقوبه. العقوبة اتاخدت وكهربا اتعاقب، ومش مطلوب منه حاجة أكتر من إن هو يركز في الملعب ويقفل ودانه خالص، يقفل ودانه خالص ويلتزم ويبقى موجود في التدريبات ويبقى موجود في النادي الأهلي وما يسمعش خالص لأي ضغوط ممكن تتحط عليه في السوشيال ميديا. كابتن علاء إبراهيم الجملة اللي قالها لي جملة رائعة، ما بتكلم معاه الضغوط الملقاة على اللعيبة، قال لك يقفل السوشيال ميديا. لو انا بمر بالفتره ديت في الملعب وحواليا القصص ديت، اول حاجه هعملها كهربا هقوم قافل كل حاجه ومش هفكر في اي حاجه خالص غير اكل عيش بس نادي الاهلي، ما تخليش حاجه تشتتك بقى. خلاص تغلط وتعاقبت واعتذرت والموضوع اتقفل، ركز بقى في اللي جاي، اقفل بقى كل الحاجات الهيصه اللي حواليك دي اقفلها بقى، اقفل بقى انستجرام وفيسبوك وتويتر واللي التفاصيل اللي، وركز بقى لانه اكتر يعني انت ممكن احنا بنتكلم في تفاصيل ليها علاقه بايه، انه هتتشد غصب عنك مش هتاخد بالك، تلاقي نفسك بتتسحب غصب عنك. الاهلي جاب لعيب عشان يستفيد بيه، والاهلي محتاج كل لعيب في الفرقه، النادي الاهلي محتاجها خاص في التوقيت ده محتاجها، ويكاد يكون اللعيبه دي عندها فرص ما توفرتش للعيبه كتير قبل كده. كابتن علاء قال لك، كابتن علاء ابراهيم قال لك انا كنت مهاجم في النادي الاهلي لو ما جبتش جول في كان في 7-8 مهاجمين موجودين حواليا مش هشمها تاني، تقعد تلف فتره طويله عشان تيجي. المختلف والمغاير في الموضوع المره دي انت بتتكلم عن النادي الاهلي فعلا محتاج كل العناصر، محتاج كل اللعيبه اللي تبقى موجوده. فاتمنى مش بس كهربا وكل لعيبه الفريق تبقى مركزه في الجزئيه دي، دماغهم كده، الفرقه دي محتاجاك دلوقتي والجمهور ده محتاجك دلوقتي، وانت دلوقتي لازم تقول ان انا اقول للناس كلها وجماهيري، جماهيري اللي المفروض ان هي واقفه في ظهري، اقول للناس انا استحق المكان ده، انا استحق الفانيلا دي، انا استحق ان انا ابقى موجود في النادي ده. وفانيله النادي الاهلي ما يعني بص ناس كتير قوي قوي تسالها، وانا بيقعد قدامي الضيوف يقعد قدامي اسماء تسالها، يقول لك من الحاجات اللي ندمت عليها ان انا ما كملتش في النادي الاهلي، من الحاجات اللي انا هنا بخصص كلامي عشان انا بتكلم عن النادي الاهلي، من الحاجات اللي ما كانتش بالنسبه لي موفقه ان انا اخدت قرار ان انا مشيت من النادي الاهلي، من الحاجات اللي ما كانتش موفقه بالنسبه لي ان انا ما التزمتش. ففي فرص
انت لسه موجود ولسه في الملعب ولسه قدامك كتير وحاجات شبه كده والفرقه محتاجاك والنادي محتاجك والجمهور محتاجك وهتقف جنبه وهيقف جنبك والدنيا كويسه اذا انت عايز. امبارح كنا اتكلمنا في موضوع محمد ابراهيم، على فكره في وسطاء بيعرضوا عقد صفقات تبادليه بين الاهلي وبيراميدز، العلاقه ما باظتش خالص مش زي ما الناس ما متخيله. فكره رمضان صبحي واستقدامه او العرض والطلب، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير، النادي الاهلي واقف في حته اكبر من كده بكتير. تاني وبكررها لك عشان تبقى انت عارف وفاهمها كويس قوي، النادي الاهلي واقف في حته اكبر بكتير قوي من ان هو يخش في صدام مع حد عشان لعيب كان موجود منضم لصفوف الفريق ده. وبالتالي في صفقات تبادليه ممكن تحصل، في عرض، في عروض، في كلام بيحصل. مثلا على سبيل المثال يعني موضوع رمضان مش مؤثر بالنسبه للنادي الاهلي في الاجزاء اللي شبه كده، عرض وطلب واللاعب كان عنده رغبه وخلاص الرغبه بتاعته تحققت بالانضمام للبيراميدز، وبكره سيتم الاعلان الرسمي بالمناسبه انضمام رمضان صبحي لبيراميدز. ايا ما يكون بقى خلاص هي صفحه جديده بالنسبه لرمضان بعيدا عن فكره الانتماء. اتمنى ان هو يركز علشان يدي لفرقته الجديده، ومن بعده بقى الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دايما بوجهه نظر شويه ابعد شويه، هي انه منتخب مصر يكون موجود فيه بالشكل اللي يرضي الناس بقى يعني. طيب ايه قصه الصفقات اللي ممكن تحصل من نوعيه ايه، من نوعيه انتقال إريك تراوري مثلا للاهلي وناصر ماهر يكون موجود في بيراميدز؟ ده وارد، ده وارد. لسه في اشواط كتير ممكن تتقطع، لسه في اشواط كتير، بس انت عندك عنوان، ده عنوان بمعلومه، اللي بقوله لك ده عنوان بمعلومه جايز يتبني عليه في الفتره اللي جايه. فاصل سريع جدا جدا، بعد فاصلنا السريع هروح لاخبارنا العالميه وعندنا تفاصيل برضو جديده دايما في اوروبا. خليكم معانا في جمهور التالتة. برشلونه ارسل فريق طبي لمنزل ليونيل ميسي لاجراء فحص البي سي ار اللي هو المسحه علشان يرجع للتدريبات ويكون موجود. قصه كبيره جدا جدا، حاجه برضو كل واحد على قد اسمه على قد نجوميته. تخيل انت كده العالم كله واقف على اشابيره، واقف على طراطيف صوابعه مستني ميسي هيعمل ايه. تقعد تفكر فيها كده، تخيل انت قاعد في البيت كده، انت محور حديث العالم، يعني مش محور مثلا حديث المنطقه الشارع، مش محور حديث مثلا البلد، مش محور حديث مثلا المنطقه الاوروبيه، لا لا لا، انت محور حديث العالم كله، العالم كله ميسي هيروح فين. حاجه تخض وحاجه مرعبه. ما تابعت الحوار اللي عمله ليونيل ميسي، تاكدت بما لا يدع مجالا للشك ان هو الراجل قاعد غصب عنه يعني. ما اعرفش الكلام اللي قاله، هو بيقول بصريح العباره ان لولا 700 مليون والله العظيم ما كنت قاعد في النادي ده مع الراجل ده. مش تقليل هو حتى كمان كلامه، لا كان تقليل من برشلونه ولا كان تقليل من النادي، هو كان الراجل شايف انه تعرض لمراوغات، التعبيرات اللي استخدمها مراوغات من بارتيميو رئيس النادي. فقال لك انا مش هقف قدام النادي اللي انا طلعت فيه، مش هقف قدامه في المحاكم الرياضيه، هيبقى قراري هو ان انا اكون موجود في برشلونه. على عكس كان الاتجاهات، لانه زي ما انتم كنتم متابعين كده النسق كان عالي قوي قوي، ميسي مش موجود، ميسي مش رايح، وهو فعلا ما راحش، وميسي اعلى الرحيل وهو فعلا كان كده. لكن بعد زياره خورخي ميسي والد ميسي اللي جلس مع بارتيميو رئيس النادي، من بعد الجلسه دي الموضوع اتضح انه هناك تمسك كبير جدا جدا، انه الموقف القانوني لبرشلونه كان اقوى مدعوما بالليجا الاسبانيه اللي كانت هتبقى خراب ديار إذا فعلا مشي ميسي. يعني أنت لما تيجي تشوف كده كلاسيكو الكرة الأرضية بكل إحصائياته، كان علشان مع كامل تقديرنا واحترامنا طبعا الريال وبرشلونة فرق تقيلة جدا جدا، أنا وهو بقول أهو الناس عارفة إن أنا كمان بشجع برشلونة يعني، بس محدش ينكر مثلا إن جزء كبير من القيمة التسويقية كانت محطوطة على ميسي وكريستيانو رونالدو، يعني حد يقدر ينكرها؟ فتخيل أنت بقى، أنت أخدت كريستيانو وحطيته في الدوري الإيطالي، جزء تسويقي كبير راح هناك. وبعدين الكلام انه كان ليونيل ميسي مفيش نادي هيلق له ويقدر يدفع له ويتناغم مع الفرقه ديت، فرقه جاهزه طبعا يعني، لبن العصفور مانشستر سيتي، غمض فتح عينك يا باشا اللي انت عايزه، ومع بيب جوارديولا والطلبات ايه، مفيش يعني ما عندوش. انت متخيل كان ميسي لو راح السيتي وتشيلسي، تشيلسي غول شراء،
غول فاتح بقه وعمال عارف المكنسه بيشفط اي لعيب موجود وبيخش في صفوف تهريج بقى. عارف انت لما يكون اسد جعان مجوعه وقافل عليه القفص وبعدين فتحت له بينقض على كل الفرائس اللي موجوده وقدفش تهريج يعني. ده موقف تشيلسي بالظبط. الله يسهل لك عم محمد عماره، مفيش حد اسعد منك اليومين دول. فالصفقات اللي عمالين يعملوها تشيلسي بمانشستر سيتي، اللي عمال يعمل صفقات بالشكل اللي نهى بيه مانشستر يونايتد بقوه ليفربول، اي نعم ما يعني ما فيش تعاقدات على الحجم المرجوه يعني، بس الراجل دايما بيراهن على انه يصعد عناصر يدعم بعناصر مع المجموعه اللي موجوده، وان كنت شايف السنه دي هيبقى في مخاطره كبيره جدا جدا. فتخيل شكل الدوري الانجليزي اصلا كان هيبقى عامل ازاي ده لو ميسي موجود. على كل ميسي لاعبا في برشلونه ويكاد يكون هو ده الموسم الاخير له برضه. سواريز بحسب الموندو ديبورتيفو الاسبانيه قالت انه سواريز بيجري اختبار اللغه الايطاليه علشان هو اقترب بشكل كبير جدا جدا من اليوفي. من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها ميسي قال لك ان انا اشترطت انه في لعيبه تقعد وده ما حصلش، واشترطت ان لعيبه تمشي وده ما حصلش، واشترطت انه وشوهوني وقالوا كلام عني مش حقيقي يعني. وفي النهايه ميسي موجود وسواريز ماشي والفرقه فيها لعيبه طبعا زي راكيتيتش مثلا مشي، وراكيتيتش كمان كان مخلص حقيقه يعني، خلص كوره يعني. باريس سان جيرمان قال ميسي لاعب استثنائي وفكرت في التعاقد معاه. ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان. ومن التقرير الى فاصله، من بعد الفاصل الغضنفر كابتن احمد جعفر، وعندنا حوار واسئله وتفاصيل مهمه، خليكم معانا في جمهور التلته. أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من جمهور الثالثة، وضيفي وضيف حضراتكم واحد من الهدافين والمهاجمين اللي تميزوا وتألقوا في الدوري المصري بقميص العديد من الأندية الحقيقة يعني، من ساعة انتقاله من فريق مش معروف على خريطة الكرة المصرية اللي هو سيرس الليان، وانتقاله إلى لمصرية للاتصالات، ومن بعده بقى التألق الكبير اللي كان في نادي الزمالك ومن بعده بتروجيت. بالنسبة لي كانت معلومة مهمة جدا. احمد جعفر ضيفي اللي بشرفني ومنور النهارده مسجل 76 جول في الدوري المصري، احسب له مثلا او اخصم له منهم مثلا حوالي سنتين ما كانش فيهم الكوره، تحسب له مثلا كمان الفتره اللي هو موجود فيها كان ممكن تلاقيه بتاع حوالي 3 سنين غايبين وجاب 76 جول، عشان بس تعرفوا الحصيله التهديفيه كانت عامله ازاي. غضنفر مشرفنا ومنورنا النهارده يا نجم النجوم مساء الورد. حبيبي يا هيما ربنا يخليك طبعا، وشكرا على المقدمه الجميله ديت، وسعيد طبعا مبسوط ان انا موجود معاك رغم انها اتاخرت شويه انا عارف، بس ما جراش يعني حاجه الظروف. يعني الظروف الحمد لله. مشرفنا ومنورنا، ربنا يخليك. نبتدي بالتقرير ومن بعد التقرير عندنا اسئله كتير جدا ان شاء الله. يلا بينا. يلا بينا. أحد أبرز من شغل مركز المهاجم، عاشق للتحدي دائما، استطاع بفضل مجهوده أن يصبح ضمن أبرز اللاعبين الذين قادوا هجوم الزمالك خلال العقد الأخير. إنه أحمد فتحي عبد السميع جعفر، نجم نادي الزمالك السابق. بدأ جعفر مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل صفوف نادي منوف، الذي انتقل منه إلى صفوف المصرية للاتصالات موسم 2008-2009، حيث شهدت هذه الفترة بزوغ اسمه وظهوره إلى النور. تهافتت الأندية على التعاقد مع جعفر، واستطاع الزمالك أن يظفر بجهود اللاعب الذي استمر في صفوفه من 2009 وحتى 2014، حيث قضى داخل جدران ميت عقبة 6 سنوات كاملة. وخلال هذه الفترة خاض أحمد جعفر مع الزمالك 127 مباراة، استطاع أن يسجل خلالها 41 هدفا وصناعة 18 تمريرة حاسمة. لم تستمر رحلة الغضنفر داخل القلعة البيضاء، ليرحل مطلع موسم 2014 إلى صفوف نادي إم بي في موسم 2014، ومنه إلى بتروجيت
ليواصل تألقه حتى موسم 2015-2016. وفي موسم 2016-2017 انتقل أحمد جعفر من بتروجيت إلى الزمالك في فترة ثانية، لكن لم يحالفه التوفيق خلالها نظرا لتعاقب المدربين في هذا التوقيت، حيث خاض جعفر في فترته الثانية مع الفارس الأبيض 13 مباراة لم يسجل خلالها سوى هدفا واحدا نظرا لقلة مشاركاته في هذا التوقيت، وذلك بسبب تعاقب الأجهزة الفنية. تتعامل أمامية على طول من حسين ياسر، يا سلام يا شيكابالا، تمرير رائع لصبري رحيل، رحيل والعرضية وهوب، سلام، والله ما أمتع هذا اللقاء. وخلال فترتين قضاهما داخل أسوار نادي الزمالك استطاع أحمد جعفر أن يتوج ببطولة كأس مصر 3 مرات أعوام 2013 و2014 و2016، فضلاً عن التتويج بكأس السوبر المصري عام 2016. رحل من الزمالك مرة أخرى ثم عاد إلى بتروجيت ومنه إلى طلائع الجيش الذي استمر به موسماً، ثم لعب فترة قصيرة مع الترسانة في تجربة لم تستمر طويلاً. مسيرة طويلة لأحمد جعفر في الدوري الممتاز، حيث خاض الغضنفر إجمالاً 270 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 74 هدفاً ويصنع 26 تمريرة حاسمة. عن خطوته المقبلة وما هي أسباب قبوله للعب في الدرجة الثانية، وهل لديه عروض للعودة للعب في الدوري الممتاز من جديد كواليس فترته داخل الزمالك، وما هي أسباب الرحيل، تقييمه لمستوى الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كارتيرون، وما هي فرص الزمالك في التتويج بدوري أبطال أفريقيا؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه أحمد جعفر ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. من الآن فصاعدا بقى وخلال هذا الحوار بعتولنا على الهاشتاج بتاعنا مدرج التالتة علشان الأسئلة الصعبة، الأسئلة السخنة، الأسئلة اللي انتوا بالكم فيها حطوها على الهاشتاج بتاعنا مدرج التالتة، هتظهر باسمك، هتظهر بصورتك، الصورة بتاعتك دي هي الصورة الموجودة على البروفايل بتاعك سواء على تويتر سواء على فيسبوك، وكابتن أحمد جعفر هيجاوب على الأسئلة الصعبة اللي انتوا هتبعتوها، هو وعدنا بكده إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. خلينا ابتدي معاك من البداية، سيرس الليان واللي بيبتدي من فرق فيها تعب ومعاناة بيبقى عنده القدرة على الاستمرارية، البداية جت إزاي؟ بص يا كابتن، هو البداية إن أنا كان عندي 14 سنة، بين 14 و15، فكان واحد صديق أبويا الله يرحمه كلمني وقال لي تعالى الناشئين سيرس الليان وكده، فقلت له مفيش مشكله انا اروح وكده، فروحت لعبت حوالي سنه وشويه كده، وبعد كده ايه فصلت، ما قلت مش هكمل خلاص. جه بعد كده بنلعب بقى الدورات الرمضانيه عندنا في الفلاحين وكده بقى، فبنلعب فريق فين في الفلاحين؟ في المنوفيه. في المنوفيه بنلعب دورات وكده، فلعبت دوره ضد فريق سيرس الليان بس مش النادي، فريق تاني يعني. فحد منهم كلمني وقال لي ايه رايك تيجي النادي وكده، قلت له ما انا كنت موجود بس ما اتبسطتش بقى، فمشيت يعني. قال لا الموضوع اختلف، هتلعب فريق اول على طول وكده، كان عندي حوالي 17 سنه. حلو. فرحت قلت جرب تاني. ماشي. فجربت تاني فالحمد لله، رحت لعبت حوالي شهر بس كده قطاع ناشئين، اتمرنت بس جهزت كويس، وبعد كده لعبت فريق اول على طول، يمكن اول ماتش حتى اللي في الفريق الاول جبت جون ما شاء الله، ومن بعدها ومشيت الدنيا بس بقى جيت فتره الجيش، كان الموضوع بقى صعب بصراحه. ايوه. لما دخلت الجيش وكده طبعا انا بدات العب كوره اصلا بعد الجيش، بعد بقى ما خلصت الخدمه. خلصت خدمه سنتين. بدات بقى، بس كان في طبعا الاتحاد السريه الرياضيه، طبعا كان في كابتن صبحي فؤاد ماسك السريه الرياضيه في المنطقه الغربيه، التحقت بيها اخر 6 شهور في الجيش كويس يعني، حتى مش في اول السنه. طب بس كويس اللي هو انت ما ضيعتش الفورمه بتاعتك يعني. اتمرنت ولعبت مع فرقه المنطقه دوري القوات المسلحه، كان اول مره اشاركه، صعدتهم لحد النهائي. النهائي طبعا الدفاع الجوي كان اقوى فريق، طبعا كان مجند كابتن سيد معوض، احمد علي، كان مجند لعيبه كتير جدا في الدوري الممتاز، كانوا بيقضوا فتره التجنيد بتاعه وبيلعبوا عادي، فجايبين بقى لعيبه جامده. طبعا جدا. فانا يمكن انا يعني الحمد لله الوحيد اللي كنت ظاهر في الفرقه بتاعت المنطقه الغربيه دي السلوم، فالموضوع كان صعب تبقى تروح هناك يعني، فيمكن الحمد لله من خلال يعني الراجل ساعدني ان مرني وجهزني كويس، وصعدت الفرقه ووصلنا لحد نهائي البطوله، وخسرنا يمكن يعني ما كناش موفقين في النهائي. كان عندك كام سنه بقى وقتها كده؟
كان عندي 19 20. قول لي بقى في الوقت ده وانت كده لسه ما لعبتش لا دوري ممتاز ولا 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 دوري درجه تانية ولا اي حاجه من الحاجات ديت، كان عندك احساس ان انت فعلا هتوصل في يوم من الايام تبقى نجم من نجوم نادي الزمالك وهداف نادي الزمالك، الحاجات دي في دماغك ولا؟ هقول لك على معلومه اول مره اقولها. اه كنت انا قاعد انا والكابتن صبحي ده بتاع السريه الرياضيه ان احنا هنا في المنطقه الغربيه في المنطقه هنا المركزيه عشان دوري كره مسلحه. ماشي. فقال لي تعالى روح نتفرج على ماتش كان تقريبا الاهلي بيلعب الجيش. ماشي. فقاعدين في المدرج كده ف ده دوري الدرجه الاولى الدوري الممتاز الاهلي ماشي الاهلي والجيش اوكي. الماتش ده تقريبا اتعور فيه كابتن محمد صديق اللي في دماغه وبلع لسانه تقريبا ماتش الكاس تقريبا كان ماتش كاس يعني. فقلت له مفيش مشكله هاجي معاك. فالمهم رحت فوالله العظيم زي ما بقول لك كده، فقلت له تراهن ان انا نزلت في وسط الناس دي ادي وابقى كويس قوي. فهو بص لي كده باستغراب، قلت له انا عارف انا بقول لك ايه، انا لو نزلت في وسط الناس دي ابقى زي الفل تمام. حلو. فهو الراجل كان عنده ثقه في امكانياتي يعني الحمد لله. وكان وانت كان عندك الشغف، عندك الشغف. طبعا طول عمري يعني الحمد لله. كلمني بقى ساعتها طبعا كابتن كمال عثمان الله يرحمه طبعا في الانتاج الحربي. أيوه. كنت هضم من نادي الجيش برضه ساعتها بس يعني ما حصلش نصيب، كملت مع نادي سرسلان يا دوب بعدها ابراهيم كده بست شهور بالظبط جالي بقى عرض الاتصالات على طول. حلو. صعدتهم ممتاز به. أيوه. صعدت سرسلان ممتاز به ولعبت معاهم في الممتاز به برضه ما يقارب ست شهور برضه. بعد كده جالي بقى الله يرحمه كابتن كلمني كابتن بيصر الاتحاد اللي هو وقت ما كانت الملاعب غطام ما يتلعبش فيها كوره. فاللي بيلعب في الوقت ده لازم يبقى يعني جبار صحيح والله بجد يعني. ايوه كلها الناس برضه خد بالك يعني في الوقت اللي انت لعبت فيه من حوالي 10 15 سنه غير دلوقتي يعني. لا استحاله يعني ما غير دلوقتي حتى كاميرا معلش انت بتلعب في ملاعب كلها تراب الاسود ده اللي هو يخش الصدر ولا كانك شارب. وبعدين بقى اقول لك حاجه، بنلعب في رمضان ما فيش حاجه اسمها واقف في رمضان وتلعب بالليل ولا فيش الساعه 2 الظهر تلعب الماتش ما لهمش علاقه. بس انت كنت بتخابس ومش بتصوم. عمري الحمد لله حتى مع الزمالك لما سافرنا مازيمبي استحال والله. الحمد لله. طب يا عم انا بهزر يعني. بعد كده فخلاص صعدت سلسل ليان. بعد كده قعدت معاهم حوالي 6 شهور طبعا كانت الامكانيات ضعيفه يعني. كنا بنلعب داخليه بقى ساعتها وكان ساعتها الانتاج الحربي كل دول في درجه ثانيه في ممتاز به. كلمني بقى ساعتها جالي كذا عرض الاتحاد كبطاها والمقاولين جالي اتصالات برضه ساعتها جالي كذا فرقه الحمد لله رب العالمين يعني. رحت الاتصالات لا مضيت في سموحه والله. سموحه كان لسه تحت. كان لسه تحت. كان حصل كده كلام بين رئيس النادي عندنا في سرسلان ومهندس فرج عامر وقال له انا عايز احمد جعفر وكده فانا رحت النادي انا لسه طبعا ولا عقود ولا لسه يا دوب 20 سنه مفيش. فمضيت على عقود فبكلم الاداري ما اعرفش عقود ايه. سموحه من زمان. لا ما شاء الله انا ساعتها جالي فلوس وانا في الدرجه الثانيه يعني كان اداني الراجل بعت لي شيك ب 40,000 جنيه بالنسبه لي كان ساعتها انا باخد 2000 جنيه ولا 3000 جنيه فبالنسبه لي 40,000 جنيه في الوقت اللي انت بتتكلم فيه والفرقه اللي انت كنت موجود فيها 2005. ابعزائك فين يا فلوس؟ ايوه 40,000 جنيه يعني حمار. لما جه كابتن تامر نحاس بقى بتاخد كام في سلسلة الان؟ ما بكملش 10,000 جنيه في السنه. في السنه تبقى يعني لو خدتهم كمان تبقى فل. تبقى برنس. انت لازم تكون بتلعب احسن لعيب بقى في النادي. لو انا لو ما اديتنيش فلوس مش جاي ومش هلعب ماتش. لا مش هاجي والمواصلات بتاعتي والله هاخد ميكروباص النهارده والله. طب احنا كنا بناخد ميكروباص. ايوه وعجل كمان. ايوه مش هاخد الميكروباص النهارده لو ما خدتش فلوس. انا اشتريت عجله وكنت بروح بقى النادي. احسن حاجه اجدع حاجه. كنت فخور اني اشتريت عجله وحتى لما كنت موجود مع اهلي بقول لهم العجله دي هتبقى سر من الاسباب بعد كده ان شاء الله. سبحان الله والله العظيم. ما هو ده بص والله العظيم ده اللي بقوله للناس الشباب الصغير بقى بيقول لك طب احنا عايزين في النادي اصل الكوره واسطه. كوره كفاح. لا طبعا فيها كفاح لازم. لو ما كفحتش هتقع على طول. صحيح. طب كمل بعد كده جبت العجله والدنيا تمام. بعد والله العظيم كنت بروح بالعجله. تروح بالعجله. مشوار قد ايه؟ مشوار قد ايه يا جعفر؟ يعني لا كان عشان العجله بقى كان فجاني اختصار بقى من قلب الارض كده. كان من القنايه وكان جنب القنايه. لكن الطريق لا بالمواصلات يبقى فيها مثلا ساعه ولا حاجه. العجله نص ساعه. نص ساعه. اختصار نص الوقت. شقه برضه. شقه طبعا. شقه. فالراجل فجه كابتن المدرب اللياقه البدنيه كان عندنا لسه دكتور محمد خيره يعني ربنا يقويه ويديله الصحه. قال لي لا ما تجيش بعجله تاني عشان العجله هتتعبك. خلص. تخلص على مفاصلك. الراجل ده كان مؤمن بقدراتي جدا يعني. الحمد لله. كان علاقته كويسه بكابتن تامر النحاس ساعتها. ايوه. فكلم كابتن تامر جه اتفرج عليا في ماتش كان في سرسلان ومنوف ماتش كان قوي جدا طبعا في المنوفيه بقى البلدين جنب بعض فبتبقى ده طحن بقى حرب. حرب يعني. ده اوعى.
وانا نازل من الجيش. ده ده الديربي. اه اقسم بالله ديربي. ايوه لا ديربي سيرسي شبين كوم سيرسي منوف منوف شبين غزل شبين وجمهوريه شبين وجماهير طبعا جماهير جمهوريه شبين عندها جمهور ما شاء الله وسيرسي طبعا ومنوف كل الناس كل طبعا مركز عايز. عنده جمهوره كتير جدا يعني. فكنا بنلعب منوف فانا جه كابتن تامر نحاس اتفرج عليا في ماتش كنت انا حتى لسه يعني نازل من الجيش قبلها بيوم نازل من السلوم قبلها بيوم والماتش ايه تاني يوم. ايوه فالمهم ايه المدرب قعدني مش هيلاعبني طبعا عشان جاي من السفر وكده فقال لي ايه لا انت خليك ايه شوط تاني ماشي. النتيجه 0-0 نزلت عملت اربع تجوان في نص ساعه اقسم بالله. سجلتهم ولا عملتهم؟ لا عملتهم كابتن تامر حتى ساعتها قال لي انت عارف لو جبت جون واحد بس في الاربعه اصلا كنت باخد الكوره بقى اللي هو ايه صاحب الكوره عافيه. كان حتى كان موجود عماد حلمي ساعتها في منوف كان موجود عبد الله بيكا كان موجود عماد حلمي الشرطه صح؟ عماد حلمي الشرطه وعبد الله بيكا. راح فين عماد؟ راح فين ده كان ده لعيب مؤدب قوي كان كابتن فرقه الشرطه. عماد وكان عبد الله بيكا برضه كان موجود ساعتها بدول في منوف واحنا في شيرس طبعا لسه طبعا ناشئين عيال صغيره وكده عملت اربع تجوان فكابتن نزل الملعب نزل لك الملعب نزل والله العظيم نزل الملعب قال لي انت عارف انت جبت جون انا كنت اوديك الزمالك او الاهلي الصبح وانا لسه 20 سنه وكان كابتن ساعتها كابتن عفة نصر رشحني اصلا سيب لي واحد منهم وخلاص وخلاص كابتن عفة نصر ساعتها رشحني للزمالك اساسا كابتن عفة جه بعد كده بقى طبعا حصل حوار سموحه كده فانا قلت لهم لا انا خلاص انا مش هقدر اكمل في الدرجه الثانيه تاني وكان ساعتها بقى عندي عروض كتير فوق فقلت كلمت المهندس فرج عامل قلت له بص انا مش هلعب كوره هتاخد فلوسك وانا مش هلعب كوره تاني فعلا رجعوا الفلوس طبعا واتفقت مع الكابتن اتفق مع رئيس النادي قال له انت دفعت كابتن المهندس فرج عامر دفع 175000 جنيه للنادي بالنسبه لهم طبعا كان حلم ده عملوا ده يعملوا مبنى اجتماعي ده يعملوا نادي تاني 175000 جنيه 2004 قال له لا خلاص رجع الفلوس وانا هديك في احمد 250000 جنيه الله 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 دفع الكابتن عمر دفع 250000 جنيه هو اللي دفعهم الكابتن دفعهم هو اللي دفعهم دفعهم مش نادي يعني لا مش نادي قال لك انا امتلك بقى العقد بتاع جعفر وانا هعرف ابيع برضه مش دماغ برضه ساعتها كان ماسك الاتصالات وكان ماسك كذا نادي يعني فروحت الاتصالات بقى رحت الاتصالات رحت اتصالات مع كابتن حمد طولان طبعا كانت البدايه بقى الحمد لله والدنيا بقى الدنيا فتحت حلوة. بس الحمد لله برضو الواحد يعني اصرار برضه ابراهيم والله مش بقول كده عشان خاطر لا طبعا لازم يكون عندك يقين واصرار بنفسك ان انت تقدر تعمل حاجه وتساعد نفسك مهما تكون الظروف ومهما تكون قويه عليك حتى وانت صغير لا لازم تدوس وتحاول مره واثنين وعشره ايه المشكله انا لعبت بس والله انا ما فقدتش الامل لا انا في لعيبه كتير خد بالك بتبطل كوره في الوقت ده يعني خلاص الوقت ده انا هقول لك حاجه كان في ناس في القريه عندنا احنا ادي 20 مره في الكوره قدك 20 مره اقسم بالله ادي 20 مره في الكوره فعلا دي حقيقه بس هو زي ما قلت لك هو اصرار بيزهق زهق الكوره اصلها برضه محتاجه طول البال وطول النفس طبعًا وحاجات طبعًا كتير طبعا وفي ناس بتشوفها في الشوارع عند يعني جامده جدا بتلعب معانا بس هو بيفقد الامل بسرعه هو لو عنده عنده يقين وامل ان هو عنده حلم وبيفضل وراه ربنا هيكرمه يعني. طب لما 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 بتيجي قدام عينيك بقى دلوقتي في اللقطات اللي انت عمال تفتكر فيها تعبك وشقاك والحاجات اللي انت عملتها في الكوره دي ولقطات تتويجك بالكاس مع الزمالك ولقطاتك وانت بتسجل الاهداف والجماهير جماهير الزمالك في كل حته بتحج تصدق الكلام ده كله بتصدق السيناريو ده ان هو ماشي في نفس الاتجاه ده؟ انا يعني هو حلم طبعا هو اكيد ده حلم وبتسعى ليه بس ده كله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بس في نفس الوقت انت ربنا ما ضيعش تعبك اللي انت تعبته صحيح. فعلا في حياتك بس انت كمان من اللعيبه اللي عندهم شخصيه مستر اكس انت ما بتنتهيش يعني الواحد قال لك انت خلاص نقلت من الزمالك اللي بتروجيت انت هتتنسي خلاص لا انا كان عندي يقين ان انا هرجع الزمالك تاني والله العظيم بعد ما مشيت من امبي ما سمعتش النقد ده لا بعد ما مشيت من امبي ما سمعتش النقد ده انك من بتروجيت خلاص ما انت ما فيش زمالك تاني مين يقول لك امبي من امبي قال لك ما فيش زمالك تاني قلت لهم لا انا هرجع الزمالك تاني سجلت حالي 11 جول 12 جول سجلت مع امبي 10 وسجلت مع بتروجيت 12 ورجعت الزمالك ورجعت الزمالك ورجعت منتخب كمان في ايام بتروجيت الحمد لله رب من المثابرين من المكافحين طبعا بس بصراحه برضو طبعا كابتن احمد حسن يعني من احد الناس اللي كانت في ظهري كابتن احمد حسن طبعا في الوقت طبعا. بتاع بتروجيت بتروجيت هو لما كلمني انا رحت لعبت معاه الموسم ده فرق معايا في حياتي جدا يعني ما خدش فرصته برضه احمد حسن كمدير فني هو استعجل مش عارف ليه استعجل في ايه بالظبط استعجل ان هو يمشي ان هو يمشي والله هو حس ان الاداره بتكلم حد تقريبا فهو استعجل رغم ان احنا في الوقت ده كسبانين ماتش وخسرانين ماتش ومتعادلين ماتش كان الموضوع لا ما انا ما اتحارب هو الصقر اتحارب في الحته ديت انا عارف كويس صراحه اتحارب كويس قوي يعني كان ان هو والله العظيم يعني مش بقولها كده عشان هو يعني هو صديق مقرب لعبت معاه او قريب مني لا هو فعلا مدرب كويس جدا ولعبنا معاه كوره احنا كسبنا
احنا خسرنا اول ماتش المصري 2-1 وكنا كسبانين 1-0 وتاني ماتش سموحه في سموحه كسبنا 3-0 تالت ماتش تعادل. هو بعد ذات الماتش مش عارف يعني ايه اللي حصل بقى ساعتها بينه وبين بدا يبقوا يتكلموا مع مدربين وبداوا حاجات كده تقريبا فهو حس بالحرج ما مقبلش بالكلام ده رغم ان هو برضو خد بالك اصل احمد حسن صعيدي ما بيهرجش في الحاجات دي انا متاكد ان هو كان يقدر يكمل لانه انا بقول لك احنا لعبنا كوره حلوه واللعيبه كانت مستريحه وطالما اللعيبه مستريحه ابراهيم مع المدرب هيديك كل حاجه يديك كل حاجه حتى لو يلعب ببلاش ما عندوش مشكله. صحيح بوك عارف بقى دلوقتي انت ايه 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 موقفك بقى من كره القدم الترسانه انت في الترسانه ولا انت مش موجود في الترسانه ولا ايه الدنيا بالظبط عايز افهم. لا انا بص لما كنت ماضي في حصل حدود وخلاص يعني تعاقدت معاهم وكده وبعد كده حصل خلاف في التعاقد وكده فما حصلش نصيب يعني في اخر تقريبا اسبوع اخر اسبوع كان الموضوع خلاص صعب شويه كان زمان اسبوع في الدوري دلوقتي في القيد كان اخر اسبوع في القيد بعد كده يعني قلت لا هقعد لشهر واحد مش هكمل بقى تمرين كده وهقعد لشهر واحد ماشي وبعد كده اروح اي نادي رغم ان جالي ساعتها نادي زي نادي سعودي درجه ثانيه هناك نادي جده وانا طبعا لما رحت الحرس قفلت كل حاجه فلما حصل بقى فسخ التعاقد كانت الامور قفلت بنسبه كبيره يعني ما كانش بيبقى فيه غير تحت وكده فقلت خلاص لا هقعد لشهر واحد وبعد كده ايه فجي بصراحه كريم حسن شحاته كلمني وكان ماسك ساعتها مدير كره نادي الترسانه في الترسانه فقال لي يا راجل تلعب معانا هو الدوري عندنا 6 شهور ايوه الموضوع قريب يعني مش بعيد بيخلص في 3 أو 4 حاجه زي كده حطيت رجلك من هنا وكورونا راحت جايه فلعبنا يا دوب بس في شهر 10 لعبنا شهرين او 3 شهور راحت الكورونا جت قلت ما شاء الله الحمد لله كبرت على كده كبرت على كده كده الرضا طبعا عدى بقى كده المفروض عادك خلصان مع الترسانه خلصان طب ايه هنعمل ايه الفتره الجايه؟ والله في الحمد لله عرضين من السعوديه برضو بفكر فيهم يعني بشكل كبير ان شاء الله باذن الله ويعني في كده كلام فوق برضو باذن الله يعني في الدوري الممتاز باذنك انت يا رب ان شاء الله مفيش مهاجمين ما هذه المصيبه يا ابراهيم والله ما عندك اجابه على السؤال ده عندي اجابه يعني لا مفيش اجابه مفيش يعني لا كنت هتقول حاجه بس خفت لا كنت هتقول حاجه بس خفت لا لا النهارده معلش مين المهاجم اللي جاب 10 تجوان ولا مفيش اجي اعلى مهاجم في مصر جايب كام جول؟ 6 عندك انت اجابه بقى للسؤال ده؟ 6 ولا 6 بيتهيألي ولا 6 في كام ماتش؟ 6 ولا قولوا لي يا شباب كده قائمه الهدافين هتقولي قائمه الهدافين كلها عشان خاطر برضه نتكلم على عبد الله تقريبا 16 والثاني محمد شريف 9 انت بتتكلم على رصات الحرب احنا بنتكلم على رصات الحرب ممكن 6 7 حرب مش بتكلم على اللعيبه ده انا بقول لك اهو رقم 10 هو هداف الدوري يعني 10 هو هداف الدوري والثاني حتى برضه 10 او هاف تقريبا يعني ومثلا تلاقي الفيرو جاب 6 7 النهارده بتتكلم في نهايه موسم فهتعتمد عليه ازاي بشكل كبير ايه السبب بقى؟ يعني ايه السبب؟ السبب اعتماد الانديه الكبيره دلوقتي على فيرو جاهز يجي من بره انت الاول كان عندك كام فيرو في مصر يا كابتن مصر؟ كان عندك عمرو ميدو متعب زحمه رؤوف تيجي نعد كل فرقه تيجي نعد تعالى نعد كده لا نعد ايه ده في كل نادي في 2 بيلعبوا بص كان الكابتن حسام حسن ماشي كده ده حطه على جنب ده احنا الناس ده عبيط ده اسطوره ده وبعدين عماد متعب وعمرو زكي وميدو وزيدان و كان رؤوف رؤوف عبد الظاهر وعبد الظاهر برافو عليك وسيد حمدي كان ساعتها في وقبليهم بابا اركو يا لا وقبليهم بابا اركو لا ما يعني بابا اركو بتكلم في كل فرقه يعني في 3 4 فراوده مكسرين الدنيا في وكان قبليهم فضل وكان موجود فضل ساعتها كان موجود فضل وبلال وسموحه برضه لا كابتن فضل كان موجود في الاسماعيلي اسماعيل وسنة اقول لك بس الاسماء مين وكابتن احمد بلال كان موجود في سموحه وقبليهم اسامه حسني وقبليهم مين كمان كده كابتن اسامه كان موجود في المقص ايوه في اسماء كتير جدا في الفتره من 2000 في الفتره من 2006 ل 2008 كان في كميه مهاجمين في مصر غير طبيعيه كان في بتاع 20 فرقه تختار منهم ما براحتك وكابتن حسن شحاته كان بصراحه بيختار من المنقي يعني بصراحه هو كان موفق في ايوه من على وش يعني. القفص ما شاء الله دلوقتي لا كان عنده حلول بقى كان عنده حلول انت النهارده في حلول في الفرد غير مصطفى ما شاء الله يعني ماشي كويس لا ما فيش او مروان بدا شويه لكن كفراوده يعني كمستوى مروان لسه لا اقصد ان هم في النهايه احنا بنتحرك في بحر 2 في بحر 2 او 3 يعني ما فيش تالت حتى لا 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 بنتحرك في بحر 2 في بحر ده كانوا بص احنا عمالين نقول اسماء قد ايه ما انا بقول لك كان في 20 فرد بتنقي منهم 3 4 بالكثير قوي هم بتوع المنتخب طيب هروح لفصل وبعد الفصل لسه مكملين حوارنا الممتع جدا مع غضنفر كابتن احمد جعفر خليكم معانا
طيب خلينا بقى نروح للفتره اللي انت قضيتها مع نادي الزمالك، ايهما بالنسبه لك كانت فتره قويه، الاولانيه ولا الثانيه؟ لا الاولانيه طبعا. الاولانيه مش مقارنه، مفيش مقارنه. 6 سنين في الاولانيه، 6 سنين، وبعد كده الثانيه سنه. اكتر مدرب ارتحت معاه مين؟ لا بصراحه الناس كلها يعني، مش عايزه يعني، كان يعني اكتر مدرب ما ارتحتش معاه كان إناسيو طبعا، و وهنري ميشيل بقى الله يرحمه. وهنري ميشيل دول الاثنين الوحيد اللي ما ارتحتش معاهم. الباقي كله تمام، الباقي الحمد لله مصريين واجانب الحمد لله. طيب اكتر واحد يعني اكتر واحد حسيت ان هو طلع من جواك حاجات انت ما كنتش تحس ان هي تطلع بامكانياتك الفنيه؟ كابتن حسام. كابتن حسام حسن. اه البدايه يعني، عشان خاطر عشان هو كان ماسك معايا، كان ماسك في الاتصالات برضه وكان في ظهري، ولما انا رحت الزمالك برضه بعد كده هو جه كان دايما في ظهري برضه. انا صحيح احنا لسه ما عرضناش القائمه بتاعت الهدافين عشان نوريها للناس، ده عطفا على الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن الاسباب بتاعت ليه ما عندناش هدف. هاتوا لنا يا شباب. اهو بص زي ما انت كنت بتقول، اهو الهداف بتاع الدوري عبد الله سعيد 16 جول، لعيب يعني لعيب صانع العاب اصلا، لعيب وسط. نفس القصه برضه محمد شريف 9 اجوال صانع العاب برضه. نفس القصه. بص بقى بص بقى حتى سيف الدين الجزيري ومش مصري، ومش مصري. مصطفى 7، مصطفى 7 اهداف، اهو مهاجم، مهاجم صريح، وهو اللي احنا بنين علينا اماله في 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 منتخب مصر. وحسام وولتر بواليا الجونه، مهاجم اجنبي 7 اهداف. 10 واخد بالك، وليد جناح خد بالك. كل دول جناحات يعني، انت ما فيش، ما انت بتتكلمش لحد دلوقتي عن مهاجمين، مهاجمين صراحه. مروان حمدي 6 جوال، مروان وحسام حسن برضه سموحه 6، ومروان حمدي 6، واحمد يعني كله زيزو. في بحر في كله في بحر الخمسه والسته ده، وفي سردباكات جايبه 6 و5 كمان، في سردباكات جايبين زيهم زي رامي صبري مثلا، هو جايب له 5، ومحمود علاء وعمر حلواني يعني ما فيش حتى فيرود اللي هو طفره. تفتكر طريقه اللعب هي اللي اثرت؟ 4-2-3-1 ديت، ان هو بيعتمد على الاطراف وبيعتمد على صانع اللعب، والمهاجم ما بقاش له دور قوي في القصه دي؟ لا 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 ما اعتقدش. ما تفتكرش لا لا طبعا لعبت بس كل لعبنا كل الطرق، لعبنا في رودين محاول امجد اعذار يعني يمكن. لا ما هو بص لازم نبقى صراحه، لازم نبقى صراحه، هو فعلا عندنا ازمه في الفيرود في مصر، عندنا ازمه في الباك رايت في مصر بعد احمد فتحي طبعا. طبعا عندنا ازمه في الباك ليفت بعد عبد الشافي في مصر فعلا. خلينا بقى الصوره نتكلم بواقعيه شويه. ان هو انت يبقى عندك ازمه بعد فتحي وعبد الشافي وفي الفرق يعني، مصطفى ربنا يديله الصحه طبعا ويفضل زي ما هو كده طبعا على مستوى، ومروان طبعا ويا رب يطلع ناس كتير جديده. الازمه اللي انت بتقولها دي والناس كلها يمكن حاساها وشايفاها، اللي هي الازمات النواقص بتاعه اللعيبه دي. طبعا احنا بنتكلم على الكواليتي العالي، بنتكلم على اجمد لعيبه عشان منتخب مصر يعني، ما بنتكلمش عشان حاجه ثانيه يعني. طب ما هو مين اللي المفروض يشتغل عليها؟ مين اللي المفروض يتحرك عليها؟ اصل الازمه دي طالما هي موجوده في المنتخب فهي موجوده في كل فرق الدوري. تمام. الازمه في الاتحاد. الاتحاد معلش انا هبقى برضه صريح يعني، يلا. ان النهارده انت جايب 4 اجانب او تقريبا 3 وبتأيد واحد. الباك ليفت بتاع يعني من احسن باكات ليفت في مصر مين؟ علي معلول. مصري؟ لا تونسي. تونسي تمام. كان عندك الباك رايت في نادي الزمالك كان حمدي نجاز، وهو اللي كان بيلعب وحازم. بيلعب على حازم. فانت ونص ملعب عندك فرجاني، وعندك هافات بن شرقي دلوقتي يعني ما شاء الله، هو يمكن اللي فارق شويه في الدوري المصري شويه. ايوه دي كلها لعيبه اجانب مش مصريه. صحيح انت بتتكلم في لعيبه اجانب، كواليتي لعيبه اجانب كويسين جدا طبعا، فايدين النادي بس في نفس الوقت مش فايدين المنتخب بتاعك. فانت عندك مشكله فيعملوا تراجع في المراكز دي طبعا. انت عندك انت النهارده لما كان في مشكله في السعوديه تقريبا في حراسه المرمى، منعوا ده في مصر؟ في مصر برضه منعوه. في مصر احنا ما عندناش حراس مرمى، حصلت مشكله عندنا فراحوا مانعين خالص حراس المرمى الاجانب، وقال لك هو الحارس لازم يبقى مصري. تمام. انا مش بقول لك امنع بقى، انا بقول لك قلل العدد، قلل. ما ينفعش تجيب لي 4 محترفين. ما انت بتاخد مكان 4 مصريين، ممكن الاربعه المصريين دول فيهم على الاقل واحد كويس يفيد المنتخب. واحد صحيح واحد يطلع، واحد محمد صلاح تاني، واحد تريزيجيه تاني، ناس، واحد ابو تريكه، واحد شيكابالا، ناس كتير يعني كان ممكن يطلع في الاربعه دول، في الاربعه في كل فرقه هتحسبها هتلاقي فرقه كامله انت ندمت عليها. صحيح. طب خليني اسالك بقى سؤال، نتكلم بقى على الزمالك والدوري السنه دي ومن بعد عوده كورونا، رايك ايه في التحكيم؟ شويه يعني شوية 70%. 70%. 70%. انت رجليك لسه في الملعب وما زلت لاعبا. تمام. ايه اللي انت حاسه مختلف سلبي، وايه اللي انت حاسه ايجابي لو انت عندك حاجات ايجابيه؟ لا الايجابي طبعا الفار. ما لحقتش الفار؟ لا ما اشتغلتش انت على الفار؟ لسه ما اشتغل الحمد لله ما اشتغلناش عليه.
الفار تقريبا ده نسبه كبيره جدا ايجابيه يعني. ماشي ايجابيه رغم ان مش عارف ليه برضو القرارات بتاعتنا بتتعطل شويه هناك في اوروبا حاسب لك بالثانيه تاخد يا دوب مفيش عشان اللعب ما يوقفش هنا في مصر ممكن ياخد لك في الفار دقيقتين ثلاثه اللعيبه توقف يمكن الفار لا ايجابيه طبعا شويه بقى يعني السلبي في الحته دي ان الحكم بقى يعتمد دايما على اللي بره ايوه فمستني القرار من الناس اللي بره لا انت شايف صح خد قرارك وتاكد ان هو صح خلاص خد قرار لو انت موجود في الملعب هتبقى كل شويه تقول للحكم روح للفار لا ولا, ولا ولا لما يبقى عنده قرار انت هتتقبله ما انت حط نفسك برده مكان اللعيب اللعيب هيبقى اذا كان عليه عايز كل كره يتاكد منها خلي الحكم يتاكد منها اذا كان عليه شيل الحكم على كتفه يطلع بيه لحد الفار يا كابتن مصر تشوف الناس بره ولا حاجه ولا بيقدر يقرب الحكم ما هو في قوانين حط قانون اي حد يقرب منك يقول لك فار لا انت معاك انذار ومعاك كل حاجه محمد يوسف حكم مباراه من المباريات موتني من الضحك انت قال لك اللي هيقول فار ما هو بصراحه عنده حق يعني ما انا مش كل كره هتقعد تقول لي فار 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 انت هتوقف الماتش هو بصراحه صدعت دماغنا هو بصراحه عنده حق والله يعني بجد انت انا بلاقي خمس ست لعيبه بتجري يقول لك فار يا كابتن فار طب ما انت كل شويه هتقف فار يا كابتن كل شويه هتقف انت بره مفيش حاجه مفيش واحد بيروح يقول له فار حتى هو نفسه بيشاور بس رايك ايه في الزمالك في الفتره الحاليه ورايك ايه في كارتيرون كمدير فني للزمالك لا الزمالك ما شاء الله يعني نمسك الخشب الحمد لله يعني لا ماشي بشكل كويس جدا طبعا كارتيرون مدربين اللي عندها ثقه كبيره جدا في نفسها وبيعرف يدير الماتشات الكبيره يعني حتى في الماتشات الكبيره ما شاء الله يعني تركيزه بيبقى اعلى بكتير اعلى بيركز وبيذاكر كويس في الماتشات الكبيره فدي حاجه مميزه يمكن عن بقيه مدربين الدوري يعني ايه اكتر هدف عجبك فين هدف انا ولا الزمالك لا اهداف مش في الزمالك في الدوري بشكل عام اكتر هدف لما شفته وقلت لا 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 ده جول حلو متعك يعني جول بتاع حسام حسن جول بتاع حسام حسن من نص الملعب هو باك كده حسام حسن سموحه رغم ان الجول كان متقدم شويه بس هو الفكر نفسه ان الجول متقدم وتحطها كده حلوه يعني على ذكر حسام حسن وسموحه المهندس فرج عامر بعت لي بيقول لي انا اول واحد اشتريت جعفر واول واحد خدت بالي منه قال لي 186000 جنيه اشتريته من سيس الليان وكنت عايزه يبقى موجود معانا وبعدين هو كان لسه صغير قال لهم لا انا مش قلت له ان انت مش تلعب كوره صح كده وقال لي رجع لي الفلوس هو ده الجول اللي انت بتقول عليه السلام عليك يا معتز شاطر مش كاميرا جايب برضه واحد زي في الشرطه بس انا بتكلم عن الموسم ده لا لا هو ذكي هو لمح الجون وحطها يعني حلو قوي بصراحه حلو حلو يعني حتى هو يا دوب بس اللي هو يعني لمح الجون طالع راح حاططها حلو من الاجوان الحلوه وخليني اقول لكم برضو خبر قبل ما اروح للفصل عشان بعد الفصل هيبقى صبوره واسئله ساخنه وشغل بقى ومدرجات وشغل جامد بعتوا لنا على الهاشتاج ما تنسوش مدرج الثالثه خليني اقول لكم خبر مهم جدا الكابتن احمد سامي يعتذر عن عدم الاستمرار في تدريب طنطا تاني اهو بقول لحضراتكم والخبر قدام حضراتكم على الشاشه كابتن احمد سامي يعتذر عن عدم يا شباب مش عن كذا الاعتذار بيبقى عن عدم القيام بالشيء ماشي أيوة يبقى ماتشي يبقى كابتن مهمه صعبه شويه احمد سامي عن عدم تدريب طنطا عشان حضراتكم تكونوا موجودين عن قبول المهمه ماشي كده عن عدم الاستمرار كده هو وضحت وصريحه عن عدم الاستمرار في تدريب طنطا عشان الراجل كده مش هيستمر روح لفصل وبعد الفصل مستمرين مع حضرتك لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا مع كابتن احمد جعفر ووصلنا للفقرتين الاخيرتين السبوره ومدرج الثالثه هنبتدي بالسبوره ربنا يستر يلا بينا قبل ما تبتدي طبعا انا نسيت اتنين فراوده جامدين جدا طبعا في حد ينسى اصحابه يا اخي والله كابتن احمد عبد الغني طبعا ده الهداف التاريخي للكونفدراليه لحد دلوقتي لحد وقت وانا قاعد معاه لحد وقتنا وانت نسيته ما اقدرش انساه طبعا واخويا طبعا صلاح امين وربنا يا رب يزيده كده وخلاص قرب مني اخوك الكبير اخوك الكبير قرب مني ويبقى جدي فاضل اربعه جدي صلاح امين لا لعيب كبير طبعا وبتمنى له التوفيق وبجد من اللعيبه المجتهدين بقى وصلاح كان معايا من وانا تحت يعني من واحنا في الدرجه الثانيه كان بيلعب في الداخليه كان في هنا في الداخليه في القناه كان في القناه قناه بعد كده داخليه درجه ثانيه معاه واحنا بنلعب تحت في الممتاز مع بعض خد بالك صلاح مين اتعطل فتره في الاسماعيلي كبيره وفي المنتخب لما جاله دخل في خلاف ساعتها مع كان رئيس النادي وقتها يحيى الكومي وجمده انا فاكر كويس قوي كان جابه من القناه يلا بينا يلا بينا
8000 جنيه اول راتب تقاضيته عبر مشواري من سسر الليان. نعم. ميدو وصف بعض لاعبي الزمالك بالعصابه بسبب سعيهم لرحيله. نعم ام لا؟ لا. لا. ميدو تسبب في رحيله عن الزمالك وكنت المهاجم الاخير في ترتيبه. نعم. نعم. إيناسيو كان يشرك لاعبين غير ملتزمين في المران خلال قيادته للزمالك. نعم. نعم. عدت الى الزمالك بمكالمه على طريق الصحراوي قبل انضمامي لسموحه. لا كنت رحت سموحه ومعرض عقود وخدت فلوس كمان. بس رجعت. ده انهي مره؟ المره الاخيره. المره الاخيره. مهندس فرج عامل قال لي انت ثلاث مرات بتعملها فين؟ مرتين ولا ثلاث مرات؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات؟ رجعت الفلوس؟ طبعا. طبعا. رجعت. لا ما انت عامل باحترام وبعدين مهندس فرج عامل جد يعني. ما كانش مهندس فرج عامل لحد دلوقتي اشكر فيك لو انت ما رجعتش. لا لا مش لا من الشخصيات المحترمه جدا يعني. صحيح. ببعض. الاهلي فاوضني في 2013 ولم اعترض على الانضمام له. حصل؟ فاوضني بس لا ما رحتش عارف فضلت في الزمالك ما اعترضت قلت له مش هروح الاهلي. قلت له مش هروح الاهلي. مش هروح عشان خاطر حاجه بزايد في الكلام. لا انا كان ساعتها قعدت 6 سنين في النادي 5 سنين في نادي الزمالك فبصراحه وممكن ما اروح ما وفقش في الاهلي فابقى خسرت الزمالك فهي بتبقى كده الخساره بتبقى كده يعني. اللي بعده. تعرضت لظلم جماهيري خلال فتره تواجدي في الزمالك؟ شويه. في انهي فتره؟ الفترة الأخيرة. الزمالك فوض حسام غالي ومحمد شوقي لضمهم من الأهلي؟ نعم. ده إمتى الكلام ده؟ مع كابتن حسام. مع كابتن حسام؟ كان بعد الست شهور الأولانيين مع كابتن حسام، تاني سنة لما فضل بقى موجود كلمهم فعلا ده حقيقة. أنت عرفت المعلومة دي منين؟ اكيد بنعرف يعني بتعرف في النادي يعني في النادي وكلم لعيبه كبيره جدا بس ما فيش فلوس طبعا فما قدرش يضم حد يعني كان الاعتراض على المقابل المادي ما كانش فيه ساعتها ما كانش فيه اللي بعده فييرا كان يعالج اللاعبين نفسيا بتقديم هدايا لهم في المعسكرات نعم فييرا مش فيريرا فييرا مش فيريرا فييرا نعم جاب لك هدايا قبل كده خدت كسبت ثلاث مرات اللي كنت موجود فيهم كسبت فيهم ايه بقى بومبوني لا ولا مين ده ده كان بيجيب هدايا قيمه جدا اقسم إيه بالله يعني يجيب جزم كوره وكانت ساعتها الجزمة حوالي 2000 جنيه او 3000 جنيه أوب. كان رقم ساعتها يعني وايه تاني تيشيرتات منظاره حاجات كويسه يعني الراجل كان بيضيع القبض بتاعه انت بتعمل اعلان وبتودينا في داهيه احنا على الهواء انا بقول لك اللي شفته خلاص كفايه دي كفي لا كان فعلا والله العظيم بجد وكان ساعتها ما فيش فلوس في النادي الراجل كان بيصرف من جيبه الشخصي ماشي اللي بعده قررت اعلان اعتزالي حال عدم لعب الموسم الحالي بالدوري الممتاز نعم ام لا؟ لا لا لسه احنا بنتكلم ايه 37 ولا 38 هنخلص كوره 38 لسه شويه 38 احنا في ناس عندها 40 قدامنا 4 سنين لا ثلاثة كويس 3 سنين جميل. حصلت في انبي على عقد مادي اكبر من الزمالك نعم ام لا نعم نعم انصح مصطفى محمد بالاحتراف بعد هذا الموسم لا لسه شويه لسه شويه الاختيارات شعرت بالظلم عندما تواجدت في الزمالك تحت قيادة إيناسيو لما وجهت الجماهير ليا الانتقادات لما رحلت عن الزمالك في فترتي الأولى رقم واحد تواجدت في الزمالك تحت قيادة إيناسيو واجهت تقريبا دي تقريبا زهقك إيناسيو ده واضح أنا كنت بادئ الماتش بتاع مقصة اللي هو ما رحناش فيه ده ده جه حطني يعني حطني في التشكيل الأساسي وخلاص هنبدأ الماتش وتاني يوم رايحين الماتش نبدأ فلما حصل الظروف دي بقيت بعد الماتش كل حاجة اتغيرت شقلبت واصلا الماتش ما تلعبش وما اصلا ما تلعبش يمكن ما عجبتوش في ممكن مش عارف والله العظيم كان حاطط فعلا التشكيل فعلا دي غيرها غير كان في كان ساعتها كمان شوقي السعيد كان موجود كان بادئ يعني كنت انا وشوقي ما بنلعبش اساسيين موجودين يعني فلما جه حطينا في التشكيل الاساسي وبادئين الماتش كل حاجه اتغيرت بعدها 48 ساعه
اللي بعده. افضل مدرب اشتغلت معاه كان مين؟ حلمي طولان دي كاستال ولا ميدو؟ واحد في الثلاثة يعني؟ اه كابتن حلمي. كابتن حلمي. اصعب مدافع واجهت وائل جمعة محمود فتح الله ولا مدافع اخر؟ كابتن وائل جمعة. كابتن وائل جمعة. بتصنفه رقم كام في المدافعين من وجهة نظرك؟ رقم يعني رقم واحد طبعا في افريقيا وفي مصر كمان. اللي بعده. الفترة اللي لن تنساها في مشوارك الكروي، الفترة الأولى مع الزمالك ولا الثانية ولا مشوارك مع إمبي ولا أي مشوار تاني مع أي فرقة من الفرق اللي كنت موجود معاها؟ لا فترة الصلاة أول سنة وفترة الأولى مع الزمالك. وفترتك الأولى. أهم لاعب في الزمالك الموسم ده، بن شرقي، فرجاني، طارق حامد؟ لا بن شرقي طبعا. بن شرقي طبعا. اللي جاي آخر سؤال، افضل مدرب مصري في الدوري مين من وجهه نظرك؟ عماد النحاس، طلعت يوسف، ولا بالنتائج لحد دلوقتي كابتن عماد النحاس. كابتن بالنتائج. تمام، خلصت فقره السبوره. نروح بقى على ضرب النار. نروح على ضرب النار. يا رب بس بنجهزين لك شويه اسئله سخنه فعلا. يا ربنا يستر. يلا بينا. يلا بينا. حافظ مكانك. اه تمام. المدرب هتلاقي فيه بقى ايه لهوية كتير، وانا قرصت الفترة الأخيرة شوية. اختار رقم. اختار تسعة. تسعة رقم. عبد الله بيسألك، مساء الخير يا كابتن ابراهيم، تحياتي كابتن احمد جعفر. سؤالي للكابتن، ما هو القرار اللي اتخذته في حياتك وندمت عليه؟ الرحيل من الزمالك الفتره الاولانيه. الرحيل من الزمالك الفتره الاولانيه، لان كنت اقدر العب وابقى رقم واحد برضه. مين السبب كان ورا؟ لسه كنا مسؤولين في احسن بوره دلوقتي. كان كابتن انا عندي مشاكل شويه مع كابتن يعني لما صنفني الاخير في الفراوله قلت له لا خلاص انا مش هقدر اكمل. عشان ما بحبش المشاكل، يعني ما بحبش ادخل في جو مشاكل وتزهقني وازهقك، لا انا اختصر احسن راحتي واروح العب بره مش مشكله. اللي بعده. اختار من ال 15 اللي معانا واحنا شلنا رقم 9. 11. 11. يوسف محمد، مساء الخير، اشكرك طبعا. بيقول سؤالي لكابتن احمد جعفر، الجيل بتاعكم كان بيبقى خايف ليه وهو بيلاعب الاهلي؟ ولا خايف ولا حاجه، الماتشات كلها يعني الحمد لله الماتشات كلها لعبت فيها الاهلي كنت بجيب فيها اجوان وتعادل، كلها تعادل اغلبيتها تعادل، مفيش غير ماتش الكاس بس. ماتش الكاس، ماتش الكاس وماتش افريقيا. ما كانش بيبقى فيه رهبه وخوف في ماتشات، اصل احنا ما عدناش كتير لان كان في ساعتها برضو ايام الثوره سنتين ونص ما فيش، ما بتلعبش يعني. مفيش ماتش. اللي بعده. اختار رقم. 14. 14. احمد سعيد ذكري، سبق ووقعت للاهلي قبل كده في 2014؟ لا لا 2013 وقعت العقود بس ما راحتش الاهلي، وقعتها في نادي الزمالك. انا كانت مع كابتن تامر نحاس لانه كان ساعتها وكيلي، فكلمته وكابتن احمد انور كلمه وراح خد العقود وكملت. بس كنت موقع الاهلي. لا العقود نفسها مش مكتوب فيها لا اهلي ولا زمالك. مش مكتوب فيها لا اهلي ولا زمالك. ما العقود بتتكتب بالعربيات. شكله عنده معلومه. لا لا خالص. اللي بعده. سبعة. اختار ابو صلاح. سبعة. حاطط صورة الافاتار بتاعة صلاح. اللي بعده. مين احسن مهاجم جه الزمالك على مدار تاريخه؟ ده محمد علي. كابتن عبد الحليم علي. كابتن عبد بالأرقام. الحليم علي. بالارقام. طب انت بتحب موضوع الارقام ده؟ ايوه أيو اوروبا كلها شغاله بالارقام على فكره، ودي الحقيقه يعني. هو بعدين الهدف التاريخي يعني. اللي بعده. أربعة. أربعة. ندى. ندى أشرف، برأيك يا كابتن مين يستحق دوري أبطال أفريقيا السنة دي؟ الأهلي ولا الزمالك؟ الزمالك. الزمالك. وفقا لانتمائك ولا وفقا لرؤيتك الفنية؟ للرؤية، بس مش عارف ليه يعني خايف من حتة الحكام الأفارقة وكده في
في الماتشين الجايين. الان من الظلم التحكيمي اللي ممكن يتعمل على الفرقتين على فكره، مش على الزمالك، على الزمالك والاهلي. على الزمالك والاهلي. اللي بعده عشر. عشر. محمد احمد، اصعب لحظه عدت عليك في حياتك الكرويه؟ لحظه كده صعبه. هي لما انا مشيت للزمالك كانت صعبه قوي الصراحه، لما رحت بقى لقيت انديه كتير بتكلمني الحمد لله، بس كانت صعبه شويه. صعبه تسيب نادي لعبت فيه 6 سنين وعشرة وخلاص تعودت على الاجواء، كانت صعبه شويه. وبعدين ما شفت سن 28 سنه اللي هو افضل يعني افضل لحظات، افضل لحظات اي لعيب في اعلى فتراتك. اللي بعده اثنين. شكله سؤال صعب، مش عارف عايز احساس. احمد، مين اللاعب اللي في الدوري يصلح الذي لا يصلح الذي من اللاعب اللي في الدوري الذي يصلح اللعب بجوار طارق حامد او تعويضه في حاله الغياب؟ مين اللي ينفع يلعب جنب طارق حامد، او لما طارق حامد ما يكونش موجود هو يبقى موجود مكانه؟ والله موجود طبعا، كان احمد توفيق كان موجود طبعا، وكان ودلوقتي دونجا. دونجا. اللي بعده تلتاشر. محمد حسن، بمسي عليك يا كابتن احمد، وعايز اعرف افضل هدف احرزته في مشوارك لحد دلوقتي، وافضل تشكيل لمنتخب مصر من وجهه نظرك. افضل هدف فيتا كلوب. فيتا كلوب. ماشي. وافضل تشكيل لمنتخب مصر؟ لا في كتير بصراحه. لا يلا من حراسه المرمى بالنسبه لي. الحضري والجمعه. الحضري حراسه المرمى، هتلعب بالاربعه المدافعين. والجمعه. كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه طبعا. ماشي. ناحيه اليمين وناحيه الشمال. اليمين كابتن ابراهيم حسن. ماشي. كابتن ربيع ياسين. تمام. شمال. نص الملعب كابتن رحمة حميد دونجا طبعا. ماشي. ممكن مين تاني؟ هتلعب بكام واحد في نص الملعب؟ اثنين ولا ثلاثة؟ لا نلعب باثنين. تلعب باثنين. ماشي. دونجا. كابتن رحمة حميد. كابتن مجدي عبد الغني. ماشي. هتلعب بثلاثة؟ ماشي. لا هلعب باثنين بس قدامهم واحد مثلث. ماشي. كابتن حازم امام طبعا قدامهم. ماشي. شيكابالا. صلاح. ماشي. حسام حسن. والنبي حلو طبعا، تشكيله حلوه عظيمه، تجيب كل حاجه دي. تجيب كاس عالم. البعض اختار عشرة. اخترنا عشرة. لا عشرة لسه موجوده. عندك 12 15 وفي والله ستة موجود، بس هم يعني مش عارف زعلان مننا. لا ستة ماشي. خمسة. خلينا خمسة. خمسة يلا. احمد حلمي، هل طريقه لعب كارتيرون محجمه امكانيات مصطفى محمد؟ لا طبعا مش محجمه امكانيات. بالعكس، انت النهارده عندك كافاب بيكمل معاك، وفي كمان اوباما بيكمل معاك، فبيعمل لك زياده عاديه في ال 18. ما مش مؤثره بشكل. لا لا. يبقى اختار واحد. واحد. وليد الشربيني، تحياتي، الفرق ما بين المهاجم الصريح والمهاجم التكتيكي، وافضل مهاجم تكتيكي الموسم ده؟ الصريح طبعا تسعة. ده صريح. التكتيكي ده اللي هو ممكن يلعب بين شرقي، اللي هو ساعات يخش مهاجم تسعة ونص بيتحرك من تحت الفيرود، لو في فيرود تسعة ده يمكن افضل واحد ممكن يلعب الحتة دي، وبيلعبها تقريبا حتى. بيلعبها. مين افضل مهاجم تكتيكي؟ مصطفى محمد. دلوقتي مصطفى اتحرك كويس قوي على فكره. ماشي. اللي بعد علمته كتير انا في الجيش والله. كان معايا كنت. كان معاك في الجيش. اللي بعده اختار رقم 15. والله اسئله سهله، انا مش شايف انه في اسئله صعبه. الحمد لله. يعني ما ايه القلوب. محمد صابر، مساء الفل يا غضنفر، كنت بتتأثر بالجماهير لما كنت بتلعب، ومره طلبت التغيير ومره رميت التيشيرت ليه؟ اهو بص شفت انت صعبت اهو. لا ما تأثرتش خالص، بس الفتره دي
كان تجديد ساعتها، وكان بقى طالع بشعات ان انا مضيت في الاهلي وكده، وكان في ناس بقى قاعده ايه متخصصه في الدرجه الاولى من اول ماتش. لا الدرجه الاولى ولا السوشيال ميديا دلوقتي؟ لا دلوقتي لا الدرجه الاولى رحمه، الدرجه الاولى رحمه والله العظيم. على الاقل بتسمعهم وشايفهم قدام منك عادي. ها رميت التيشيرت ليه؟ ما رميتش، لا انا عارف انت اللي هو من اول دقيقه، من اول التسخين وانت نازل ناس ما فيش غيرك استلماك. انت لا انت ما فيش غيرك من اول ثانيه في التسخين لحد اخر ثانيه لحد ما جبت الجون بقى، فخلاص اللي هو انا مش قادر اكمل، مش قادر تكمل خلاص، الاعصاب بصراحه صعبه شويه. اللي بعده الاختيارات عماله بتقل، 12 6 10 8. 3 بلاش 8 لا 12 12 8 عشان بس نضاره بس شمس. لا 8 معلقه شويه ولا حاجه. 12 محمد محسن، كابتن احمد جعفر مين المناسب الفتره المقبله للمنتخب، مصطفى محمد ولا مروان محسن، وايه ميزه كل واحد؟ الاثنين بصراحه كويسين، بس يعني مصطفى شويه عشان مصطفى يعني شغال بشكل كويس و ما شاء الله بيأدي السنه دي الموسم كويس جدا يعني، مروان شويه عشان الضغوط اللي عليه والفتره اللي حصلت دي، فيمكن مصطفى يبقى افضل شويه يعني. اللي جاي الميزه طبعا مصطفى لسه صغير وما شاء الله لسه واخد بطوله افريقيا مع المنتخب تحت 23 سنه، يعني هو شويه عنده الميزه اعلى شويه من مروان. بس اللي جاي اخر سؤال، اختار سؤال واحد بس من المتبقي. والله برضه انا لحد دلوقتي شايف اسئله كلها. خلينا في ثلاثه. ثلاثه. صيام رمضان هو اسمه كده. سؤالي للكابتن احمد، لو اتعرض عليك تلعب في الاهلي وانت متالق مع الزمالك حياتك، كنت هتفكر ولا هتوافق؟ ولا هوافق ولا هفكر، انا راجل النهارده ربنا كريم لي في فرقتي، ومش عشان برضه عشان الناس دايما بتخلط بين الاهلي والزمالك، لا خالص مش مزايده. هو انت النهارده ربنا كرمك في فرقتك ومتالق زي ما انت كاتب، انت متالق في الزمالك هتمشي ليه؟ تمشي اكيد مستريح واكيد في كل حاجه. الكاشات اكبر شويه ممكن تبقى؟ والله العظيم ما كل حاجه كاشات، هو رزق ونصيب بتاع ربنا طبعا، بس مش كل حاجه كاشات. ما انا ممكن انا ممكن اقبل الكاشات واروح الاهلي وما اوفقش وامشي بعد اول سنه. طب يبقى بلاش، انا فقدت كل حاجه في الزمالك. طب بلاش اشيلك الاهلي من المعادله. تمام. انت بتلعب في الزمالك. تمام. حلوه الصيغه دي. حلو. ومتالق. تمام. وبيراميدز نزل بتقول والله لو يعني مش بيراميدز، لو اي فرقه تانية حتى زي بيراميدز او بيراميدز والله العظيم مش قصه في وقت كده. في وقت تالق. طب ما انت النهارده الزمالك بتدفع ما شاء الله يعني. ما شاء الله بتدفع دلوقتي الزمالك، فهتقايس لو انت لا طالما بص يا كابتن مصر، هو طالما انت ماشي كويس مع فرقه وربنا كرمك وحتى الناس مرضياك، ايه اللي هتمشي ليه؟ فهتقايس تبص تلاقي نفسك طالما بتاخد فلوس كويسه خلاص، الناس بتحبك ومرضي تمام عليك ومرضي طبعا طبعا. المقايسه هنا تبقى لصالح النادي الزمالك طبعا. هتخسر النادي ليه؟ ممكن يبقى في فرق حاجات بسيطه. ممكن تروح بيراميدز زي ما انت بتقول ما توفقش، ما تلعبش، يبقى انت خسرت كل حاجه في النادي صح؟ ماشي، بس هي تبقى كده المعادله، تبقى كده. الانتماء ولا الاحتراف؟ لا لو بره مصر لا احتراف. الاحتراف طبعا. انا بقول لك لو هيعود عليك وعلى النادي بتاعك وهيعود على بلدك. جوه مصر لا، خليك في الانتماء في الفرقه بتاعتك. طبعا ما هنحسبها دلوقتي كده ان انت مثلا بعد ما تبطل بعد عمر طويل يعني هترجع تشتغل في ناديك، الناس بتحبك، انتمائك هو اللي هينفعك في الاخر يعني. هتقول ايه لجمهور الزمالك دي اخر حاجه؟ بقول له طبعا انا يعني افتقدتهم كتير الفتره الاخيره، والناس دايما داعمه ليا بصراحه بشكل كبير جدا، وبحب اشكرهم طبعا من خلالك يا كابتن مصر، وبقول لهم ان شاء الله كابتن مصر طبعا. لا وبحب اشكرك طبعا، انت راجل اعلام محايد جدا يعني، والناس كلها بتحبك، ودي حاجه يعني نادرا لما الناس بتتفق على شخص، انت عارف حاجه زي كده في البلد يعني. فبتمنى طبعا التوفيق للناس الزمالك اهم شيء طبعا، والنادي الاهلي برضه عشان الناس حته التعصب وكده. لا انا طبعا الزمالك اولا بعد كده الاهلي، دي حاجه معروفه. ف انت من الناس المعتدله يعني؟ لا انا بحب الزمالك جدا. أيوة. يعني الزمالك قلبا وقالبا، بس طبعا ما اكرهش، لازم تحب ما اكرهش الخير لبلدي او لفرقه في بلدي طبعا. استحاله، لا يمكن. صحيح، عشان كده بقول لك راجل معتدل حبيبك. بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك طبعا، وسعيد اني كنت موجود معاك النهارده، واتمنى عند حسن ظن الناس دايما دايما يا رب. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده. الله يخليك. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكر فيها عمل بيه الكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.